بينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني على قناتكم قناه النادي الاهلي. يعني عايز ابدا بالشهداء، الشهداء اللي دايما في قلوبنا، الشهداء اللي عمرنا ما هننساهم. عمرنا ما بننسى اي حد بيقدم اي حاجه للنادي الاهلي او بيقدم اي حاجه من غير مقابل. الجمهور هو الوحيد اللي بيعمل حاجه وبيموت عشانها ومش مستني منها اي حاجه ولا بيستفيد منها اي حاجه. عشان كده كل الجماهير، كل الجماهير وخصوصا الاهلاويه فوق دماغنا من فوق. فتخيلوا بقى اللي ماتوا علشان ناديهم، تخيلوا 72 ماتوا شهداء ان شاء الله عمرنا ما هننساهم وهيظلوا دايما في قلوبنا. كل المسؤولين عن النادي الاهلي عمرهم ما ينسوا ال 72 اللي ماتوا، عمرهم ما بينسوا حد. مجلس الاداره الجديد اللي عمل برنامج العائله كان من ضمنه الشهداء. ان شاء الله ان شاء الله. مش عايزين نقول كل حاجه بتتعمل يا جماعه، مش عايزين نقول اي حاجه خير بتتعمل او نعلن عنها، ما ينفعش خالص. انا ضد المبدا ده خالص، ضد ان احنا نقول يا جماعه احنا بنعمل واحنا بنودي واحنا بنجيب واحنا الشهداء بنروح لهم. لا، انا ضد المبدا ده خالص. اللي بيعمل حاجه علشان ناس ماتت واستشهدت من اجل نادي ومن اجل كيان كبير جدا 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 ومن اجل تشجيع، الله يرحمهم ودايما في قلوبنا ودايما قدام عينينا ودايما معانا وعمرنا ما هننساهم ابدا في اي مناسبه ايا كانت هي ايه. الشهداء هم الحاجه الجميله، الحاجه الحلوه قوي 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 اللي عمرها ما هتتنسي وعمر اي حد هينساها مهما كان صغير او كبير. ان شاء الله اكيد مجلس الاداره اكيد عامل حاجه كويسه جدا وبيعمل وهيعمل ايا كان مجلس الاداره هو مين. وطبعا في ظل وجود الاسطوره كابتن محمود خطيب ومجلسه اكيد بيعملوا كل حاجه تتخيلوها من غير ما يعلنوها لهؤلاء الشهداء. الشهداء دايما في قلوبنا وعمرنا ما ننساهم. ان شاء الله بكره النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي عامله حاجه مخصوصه للشهداء، اقل يعني اقل حاجه ممكن نعملها ان احنا طبعا نفتكرهم، ان احنا نتكلم عليهم، ان هم دايما في قلوبنا. 72 واحد هيفضلوا دايما في قلوبنا. الاسم كان مستحيل.
مصطفى صار كله طيبة واحترام. الاسم كان سيد كنا جمعنا نشانا موتنا. الاسم كان رشد فنان طارق وبسطة تحت شمال. الاسم كان كائن فوزان كان لسان الالتزام. الاسم كان خالد الرسام جرافيتي أبلغ من الكلام. الاسم كان يوسف البطل أنقاص كتير من مصطفى جمال شعبان، عبد الرحمن فتحي، محمد عبد الله، احمد فوزي، مصطفى عبود، ابراهيم حلمي، محمد مصطفى، احمد وجيه، عمر عمرو، محمود صابر، مصطفى الرفاعي، محمد سري، امجد السيد، زياد جمال الدين، مصطفى نقواني، حسين محمد السيد، محمد خاطر، حسام الدين السيد، محمد علي، احمد عبد الحميد، مصطفى السعيد، خيري فتحي، حسن فهمي، محمد سمير عاطف، العربي كمال، مهاب صالح، احمد زكريا، محمد اشرف، اسامه محمد مصطفى، مصطفى محمد يوسف، اسلام احمد، محمد فرغلي، احمد اسماعيل، عمر علي، مصطفى نصر، محمد عبد النبي، احمد محمد صالح، كريم المليجي، محمد جمال، اسلام حسن، عمرو عطا، احمد عزت، سعد جمال، محمد حسين، حامد فتحي، احمد طه، محمد الشربجي، ايمن هيبه، ممدوح البنداري، باسم الدسوقي، محمد خالد، كريم عبد الله، محمد محمود، احمد الشابوري، محمود سلامه، محمد محروس، احمد اسامه، سليمان احمد، محمد ناصر، سعيد محمد، اسامه احمد، محمد مصطفى كريم. المجد لكل شهداء النادي الاهلي. المجد ليكم والفخر لينا ولكل اهلاوي ان في جمهور بيموت عشان ناديه. ان شاء الله دايما في الجنه وان شاء الله دايما في قلوبنا، وكل المجد لشهدائنا. يعني كنت عايز ابدا معاكم بالصفقات اللي جابها النادي الاهلي واللي كانت يعني كان في كلام كتير جدا عن الصفقات ومبالغ ومش عارف ايه وصفقات كتير. الحمد لله النادي الاهلي، عايز اقول لكم لجنه الكوره مين اللي فيه. يعني لجنه الكوره بيرقصها الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، اسمه لوحده كفايه. كابتن عبد العزيز عبد الشافي عضو لجنه الكوره، كابتن علاء عبد الصادق عضو لجنه الكوره، كابتن علاء ميهوب رئيس اللجنه الفنيه اللي بتضم كابتن حمدي برادي وبتضم كابتن ناجي خليل وبتضم الكابتن هشام حنفي، معاهم مهندس الصفقات الراجل الكبير الجميل، الراجل اللي كل ما بيكبر دايما بيزداد خبره. وانا بقول يعني ودايما بقول ان لعبته المفضله هو صغير كانت المقالب، ومعاه عصام سراج الدين. خلاص كابتن الخطيب، احنا قلنا خلاص يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم على كابتن الخطيب خالص في الكوره تحديدا. كمان كابتن عبد العزيز الشافي برضو حاجه عالم من اعلام النادي الاهلي. كابتن علاء عبد الصادق، وعايز اتكلم على كابتن علاء عبد الصادق بصراحه. كابتن علاء عبد الصادق يا جماعه دايما الراجل ده بيطلع مظلوم في الاخر، دايما بيقول عليه حاجات تطلع عليه اقاويل ملهاش اي اساس من الصحه. الراجل ده بيشتغل من ضمن الناس اللي انا عرفتهم في حياتي واتعاملت معاهم بيشتغلوا من غير ما يتكلموا خالص، واللي بيشتغل من غير ما يتكلم خالص في ظل مناخ بيبقى معظمه ملوث، دايما بيبقى مظلوم في الاخر. لكن لازم نديله حقه، الراجل ده كان يعني له دور كبير جدا جدا في الصفقات الجامده اللي اتعملت في النادي الاهلي. انا بقول لكم راجل بيتكلم، راجل بيشتغل ما بيتكلمش، مش على طول بيتكلم، راجل بيشتغل وبس. عشان كده هتلاقوه دايما ساكت،
مش هتحسوا بيه قوي، لكن بيعمل حاجات كتير جدا، ولازم حقه ان احنا نقول عليه الكلام ده. كابتن علاء ميهوب راجل بيلف هو واللجنه الفنيه عشان يطلعوا او يجيبوا النادي الاهلي احسن المواهب واحسن اللعيبه اعمارا وفنا كمان او فنيا. معاهم طبعا المهندس عدل الكويعي مهندس صفقات، برضه يعني ما ينفعش نتكلم على الراجل ده، يعني خبراته وتاريخه ومقالبه كتير جدا جدا، فمش عايزين نتكلم على هذا الرجل، يعني حقه معروف واسمه معروف. مع عصام سراج الدين حاجه جميله جدا، شاب طموح جدا جدا، برضه من الناس اللي بتشتغل وما بتتكلمش، وظلم في الفتره الاخيره، وانا دايما بقول او دايما بحب ادي كل واحد حقه. عصام سراج الدين راجل بيشتغل من غير ما يتكلم، بينفذ تعليماته، برضه بيجيب اللعيبه بمنتهى الهدوء، وبيجيب اللعيبه النادي الاهلي عايزها. فلجنه كامله ومنظومه كلها عارفه هي بتعمل ايه، فما فيش اي قلق خالص، ما تقلقوش. تعالوا نشوف بقى الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، وعلى راسهم طبعا النجم الكبير الكابيتانو اللي نور النادي الاهلي النهارده وفرح كل جماهير النادي الاهلي، الكابتن الكبير حسام غالي اللي نور بيته مره ثانيه، وان شاء الله يعني يلعب زي ما يلعب ويبطل في بيته. حسام غالي او كابيتان النادي الاهلي اللي شرف نادي النهارده، جه الحارس علي لطفي، حارس مميز جدا طبعا حضراتكم عارفينه، مع الشناوي النجم الكبير النجم اللي فرض نفسه على مصر كلها، وان شاء الله يكون حارس منتخبنا في روسيا باذن الله. علي لطفي حارس مرمى انبي عنده 28 سنه، خلي بالكم بقى من الاعمار ودي حاجه مهمه جدا. علي لطفي. صلاح محسن مهاجم انبي عنده 19 سنه مهاجم الاهلي حاليا. محمد شريف دجله بيلعب جناح وساعات بيلعب راس حربه وساعات بيلعب تحت رؤوس الحربه، يعني وصفوه زي ما توصفوه، 24 سنه. محمد فخري صانع العاب من المحله عنده 19 سنه. محمود الجزار قلب دفاع من كهربه اسماعيليه عنده 19 سنه. ده اول تدريب للعيبه الجديده. يعني اقول لكم الاعمار تاني، على لطفي 28 سنه، صلاح محسن 19 سنه، محمد شريف 24 سنه، ومحمد فخري 19 سنه، ومحمود الجزار 19 سنه. ما شاء الله. طيب اللعيبه اللي راحوا اعراض، عماد متعب 6 شهور يعني زمانه جاي، راح ب 300,000 دولار، مش هنقول ارقام مش مشكله، هقول لكم النتيجه في الاخر كانت ايه. مؤمن زكريا برضو زمانه جاي في الطريق 29 سنه، احمد الشيخ 25 سنه، صالح جمعه سنه ونص، صالح جمعه اللي هو صنع العاب، صالح جمعه معلم يعني 26 سنه، عنتر لوحده، حسين السيد 26 سنه، عمرو بركات 24 سنه. دي الصفقات اللي جبناها، ودي الرجاله او العناتر بتوعنا اللي طلعناهم اعراض. ما احنا الفرقه كلها ما شاء الله عندنا عناتر ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا قلت قبل كده عندي الكابتن حسام البدر الله يكون في عونه لما سمع ان في عنتر جاي قال لا انا عندي الفرقه كلها عناتر، هو انا ملاحق على العناتر اللي عندي لما نجيب عنتر جديد؟ فحاجه يعني الله يكون في عون الكابتن حسام، ده احنا بنطلع العناتر بتوعنا اعراض. فيعني الاجمالي او اللي احنا بنطلعه من المعادله دي ان طلع النادي الاهلي اجمالي عائد البيع للنادي الاهلي 3,650,000، اضربوهم بقى في الدولار دلوقتي 650,000 دولار، 3 مليون دولار و650,000، اضربوهم بقى في الجنيه المصري هتشوفوا هي كام مليون في الاخر. النادي الاهلي طالع كسبان يا جماعه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. النادي الاهلي اشترى وطلع اعراض ما باعش، خلي بالكم في فرق ان انا اطلع اعراض وفرق ان انا ابيع. لو بعنا لعيب واحد من اللعيبه اللي هي 19 سنه دي بعد 5 سنين هيجيب لك كل الفلوس دي دلوقتي. فيعني ما تقلقوش، في ناس بتشتغل بدماغها، في لجنه كوره واعيه جدا 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 عندنا. ان شاء الله يعني قريب جدا هتسمعوا برضو ان في الدنيا في مساك كويس ان شاء الله في الطريق يعني، لكن الناس بتشتغل عارفين احتياجاتها ايه، بيسدوا الخانات اللي احنا عايزينها، بس مش بنجيب لعيبه وبعد كده ما نعرفش عنها اي حاجه. ده كان الحاجه المهمه اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيها. يعني عندنا طبعا مباراه وديه النادي الاهلي بالرغم من كل ضغطه الدوري اللي هو فيها، لكن في مباراه وديه في السعوديه ان شاء الله النادي الاهلي يكون خير ممثل زي ما عودنا في كل البلاد العربيه، عشان كده هيمثلونا ضيوف الكرام اللي هنتكلم معاهم بالتفصيل عن مباراه الاهلي ونجوم السعوديه
وهنشوف دور الاهلي في البلاد العربيه ودور الاهلي في افريقيا، هنتكلم عن كل حاجه، هنتكلم كمان عن الصفقات، هنتكلم عن التساؤلات اللي حضراتكم بتسالوا عليها دايما، هنتكلم عن المراكز اللي لسه محتاجها النادي الاهلي مع نجومي الكباتن الكبار الكابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق والاستاذ جمال الزهير رئيس القسم الرياضي بجريده اخبار اليوم. دول ضيوفنا اللي هنستقبلهم بعد قليل. برضو في كذا خبر عايز اعلق عليه مع حضراتكم، ان البدري وغالي او غالي البدري كابتن حسام بدري بيقول ان غالي بيوقع الاهلي لمده 6 شهور. طبعا عارفين الكلام اللي طلع ان الكابتن حسام بدري في مشاكل مع حسام غالي ومش عارف الكلام ده كله. يا جماعه حتى لو حصل مشكله قبل كده، خلاص كل حاجه في النادي الاهلي بتدوب في خلال يوم او يومين، في ظل الاداره الواعيه جدا وفي ظل النجوم اللي بيتحكموا دلوقتي في الامور الفنيه. كابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الاول بنادي الاهلي قال ان الجهاز الفني وافق على عوده النجم الكبير الكابيتانو حسام غالي قائد الفريق، ده على لسان الكابتن حسام البدري، الى النادي مره اخرى بعقد يمتد الى 6 اشهر. طبعا عارفين ان غالي انهى تعاقده مع نادي النصر السعودي يعني بالاتفاق من غير اي مشاكل. حسام غالي اضافه لاي مكان هو فيه، خصوصا كمان لما بيرجع بيته. حسام غالي كان ماشي يعني كان زعلان شويه لكن الحمد لله ان هو رجع بيته. ايضا النجم جونيور اجاييه بياخد راحه من المران بسبب الاجهاد. شفنا جونيور اجاييه ما شاء الله يعني مباراه الاسماعيلي يعني عنده كتير جدا جونيور اجاييه، لكن بدأ يرجع زي ما كان عنده اجهاد وخد راحه من المران النهارده. النادي الاهلي مضغوط، هيلعب يوم 2 وهيلعب يوم 4 مباراة الاتحاد، كمان مباراة صعبة جدا، كمان مباراة الاتحاد. الاتحاد عامل فرقة كويسة قوي كمان يعني، استغل فترة التقالات الشتوية وجاب لعيبة كويسة جدا جدا داعم بيهم صفوفه، عشان كده عامل نتائج كويسة. واكيد مباراة الاهلي هتبقى صعبة جدا على نادي الاتحاد، وعلى نادي الاهلي هتبقى صعبة شوية ان شاء الله نادي الاهلي يجتازها عشان يوسع الفارق بينه وبين المركز الثاني اللي عليه حرب كبيرة. شفنا الاهلي والاسماعيلي، النادي الاهلي عمل كل حاجة في الكورة، كان في بعض الفرص الضايعه او معظم فرص ضايعه من النادي الاهلي، لكن في الاخر النجم وليد سليمان خد 3 نقاط وجري. يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار كابتن جمال السيد والاستاذ جمال الزهيري. فاصل واستنونا. حضراتكم من جديد يعني نوروني في الاستوديو الاعزاء الكبار الاستاذ جمال الزهيري، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، نور الدنيا. انت منور والله، دايما بتنور والله، ربنا يخليك. ربنا يخليك، سعيد بوجودي معاك يا فندم. ايضا الكابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق، منورنا يا كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو، واهلا بالساده المشاهدين. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله يا كابتن. يعني ابدا بحضرتك، اتفضل. نتناول الرؤيه الصحفيه، اتفضل، لمباراه الاهلي والنجوم السعوديه، نقول من السعوديه المحترفين، المباراه اللي هي جايه حتى في ضغطه الاهلي في مسابقه الدوري الممتاز، وبرده النادي الاهلي بيمثل مصر حتى في كل مكان حتى بالرغم من الضغط اللي هو فيه. بص حضرتك، هو اولا قدر النادي الاهلي على طول ان هو مضغوط، يعني انا ما وعدتش على النادي الاهلي مش مضغوط، دايما عنده ارتباطات محليا وافريقيا وعربيا، واعتقد ان دي برضو سمه الفريق الكبير، يعني الفريق الكبير او النادي الكبير اكيد اللي هو مطالب بانه يشارك في العديد من الاحتفاليات والبطولات ممكن في اوقات متقاربه جدا. طبعا الاهلي برضو كاسم علامه تجاريه ومطلوبه في اي مكان، وبيبقى في نوع من ضمان النجاح. يعني اي شيء انت عاوز تنجحه ده بالادله وبالواقع يعني. تمام. البطوله اللي ما بيشتركش فيها الاهلي بتفقد جزء كبير جدا، يعني عايز اقول لك، مش عايز اقول بقى تعبير انها بتموت جماهيريا، لانه لو جمهور الاهلي مش مهتم، يعني زي مثلا جمهور مصر، لما مصر ما تشتركش في كاس الامم الافريقيه البطوله بتتعمل وتخلص، محدش يحس بيها. وبيكتموا عليها على طول. نفس الحكايه النادي الاهلي لو شارك في حاجه بتضمن مبدئيا قبل ما
قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم انها بطوله ناجحه او احتفاليه ناجحه. تمام، احنا نتكلم عليها بالتفصيل. نتكلم عن دور الاهلي كمان طبعا. في بصفه عامه في الوطن العربي، لكن انا عايز عنوان. بصفه حضرتك طبعا رئيس القسم الرياضي في جورنال كبير زي جورنال الاخبار. فعايز عنوان للمباراه. مفاجأة كان الاهلي. لا ما احنا متعود برضه، احنا متفاجئين يعني. الاهلي مضغوط على طول واحنا متفاجئين على طول. فهو نقول الاهلي العريس كالعاده. الاهلي العريس كالعاده. الاهلي العريس كالعاده. ماشي، خرجت انا من الموقف الصعب. حلو، ماشي، عدلت لغايه لما كويس. لا لا صح، عنوان كويس. تمام، دخلت عليها دخله جامده يا كابتن جمال. حبيبي يا كابتن، يعني قلت لي ان صلاح محسن جايب في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي بس 29 جول. طبعا هي يعني هتزعل النادي الاهلي، بس طبعا هتفرحهم فيما بعد ان شاء الله. صلاح محسن يبدا يجيب ما يقرب كابتن ميدو بالظبط من 27 جول على مستوى المراحل السنيه في نادي انبي. 27 جول بالظبط. ما يقرب دي احصائيه طبعا عن الكابتن امام محمدين كمان. انت عارف كابتن امام محمدين في السكاوتنج والحاجات دي حاجه محترمه قوي يعني. انا كنت بتكلم معاه امبارح وفتحنا يعني بالصدفه كده بنتكلم بندردش مع بعض، وفتحنا قصه صلاح محسن، وكان الكابتن امام متنبئ له ومدربين كتير اشتغلوا معاه. يعني انت عارف طبعا كابتن ميدو، انت طبعا عشرتنا فتره في انبي وعارف قطاع الناشئين والتنظيم الجيد اللي ماشي بيه واهتمام مجلس اداره. انما تحديدا عن صلاح محسن كان باين ان هو لاعب بارز على مستوى الـ من قطاع البراعم. انا اشتغلت معاه في فتره كان اعتقد 2011 2012 في قطاع البراعم، كان عنده تقريبا 12 سنه بالظبط. تمام، في الفتره دي طبعا استقطابه ازاي وجه النادي الاهلي ازاي وموضوع كبير كده. ده طبعا كان عن المجموعه اللي قبلينا، ودي من احد مميزات نادي انبي. اشتغل معاه مدربين كويسين جدا كتير، منهم الكابتن سيد ياسين ومنهم الكابتن كريم خالد ومنهم على ما اذكر احمد صابر. كل المدربين دي شاركت في اعداد وبناء يعني جزء كبير فنيا من صلاح محسن. ودي من الحاجات الكويسه برضو اللي بتتعمل في نادي انبي. 27 جول اللي بكلمك عنهم ده، دول انا حضرت منهم جزء بالمصادفه السنه اللي قبل اللي فاتت. اول ما جيت من السعوديه اشتغلت مع الكابتن مع الكابتن كشري ماسكين فرقه 97 في النادي الاهلي. تمام، وصادفت وقابلنا وكان مسؤول عن الفرقه دي الكابتن سيد ياسين. دي كانت اولى لقطات كابتن جمال بالظبط، ودخوله النادي الاهلي والتوقيع طبعا حاجه كويسه. وطبعا لما اجي مدى استفاده النادي الاهلي ليه برضه هتكلم في جزء فني، بس بعد ما اخلص الجزء اللي بتكلم فيه مع حضرتك ده. اتكلمت مع الكابتن امام، المهم مسك فرقه 97 بنلعب ماتش الذهاب عندنا في النادي الاهلي، كسبنا 3-2. صلاح محسن اللي جابوا الجولين بتوع انبي. تمام، ده دليل برضه ان هو من اللعيبه السكولر على الجون، هداف فعلا، هداف جيد. رحنا النادي انبي بنلعبهم في الدفاع الجوي، كان نادي انبي بيلعب في الدفاع الجوي، كسبونا 3-2. صلاح محسن اللي جاب 3 اجوان، جاب في موسم واحد 5 اجوان. ده علاوه على ان طبعا القريبه بالنسبه للجمهور بالنسبه لمحبين النادي الاهلي، السنه اللي فاتت جايب جول في النادي الاهلي في الدرجه الاولى مع انبي، والسنه دي في الدور الاولاني جايب برده هو اللي سجل هدف بالزبط. في مباراه 4-1 بالظبط، عارف طريق الجول بغض النظر عن اهدافه حتى في النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله، لعيب سنه صغير، لعيب متميز، 19 سنه، عنده مميزات فنيه هايله، بيلعب بدماغه، من احسن لعيبه في مصر اللي بتلعب في دماغها لعب بالراس، هيدرز في 18، سلم كويس قوي تحت ضغط، عنده ملكه السرعه دي موهبه ما شاء الله عليه. فبالظبط، فبتحس يا كابتن ميدو حضرتك كنت هداف طبعا، عنده شراسه على الجون، من اللعيبه كويسين جدا. قالوا انا هو مواليد 98 عنده تقريبا بالظبط داخل 19 سنه، السنه دي داخل في ال 20 سنه. فلعيب مستقبل للنادي الاهلي، واعتقد مع شغل النادي الاهلي والبطولات والطموح اللي ممكن يجي له ان شاء الله يبقى من اللعيبه المميزين جدا في مصر، وممكن كمان 3-4 سنين يحترف بشكل كويس. ده السؤال اللي كنت اساله لك قبل ما اروح للاستاذ جمال. صلاح محسن ماضي 4 سنين ونص. تمام، يعني بعد مثلا ان شاء الله ربنا يديه طول العمر يبقى عنده 23 سنه ونص بالظبط. بالظبط، لو النادي الاهلي حب يبيعه النادي الاهلي يكسب احترافيا فيه. احترافيا، ولو مشينا استثماريا النادي الاهلي انا على يقين طبعا ان شاء الله باذن ربنا يقي عن يبعد عنه شر الاصابات ويؤدي بشكل كويس مع النادي الاهلي ويساهم في بطولات النادي الاهلي. انما صلاح محسن لو مشي على نفس النمط اللي ماشي بيه ده هيبقى لعيب محترف والنادي الاهلي هيكسب فيه، هيجيب مبلغ كويس. تمام، خصوصا كمان بعد الصوره المشرفه اللي مقدمينها محترفينا بره، خصوصا محمد صلاح النجم المصري الفرعون المصري اللي مقدم لنا صوره ولا اروع من كده. بدا الناس يبصوا للاعيبه المصريه كمان، السعوديه كمان فتحت يعني الانديه بتاعتها على مسرحيه اللعيبه المصريه خصوصا لعيبه النادي الاهلي. شايف الموضوع ده ازاي يا زلمه؟ والله بص، انا شايف انه طبيعي جدا في مسيره اي لاعب النهارده ان هو يحترف في اوروبا. يعني حتى الاحتراف في الدول العربيه انا بقول ان هو ممكن يبقى مرحله، واخد بالك؟ لكن الهدف في النهايه
هو الاحتراف في الأندية الأوروبية الكبرى، لأن هي دي فعلا اللي أنا بقول إن هي وصلت محمد صلاح للفوز بلقب حتى أفضل لاعب في القارة. يعني دائما إحنا كانت مشكلتنا إنه لاعبتنا مش محترفين في أوروبا، فبيبقى بعيد عن الاختيارات للأسف الشديد. يعني بركات وأبو تريكة قبل كده خدوا أفضل لاعب داخل القارة اللي هو محلي يعني، لكن كونه يحصل على لقب الأفضل على مستوى القارة، فأعتقد أنه الاحتراف هو اللي أدى بمحمد صلاح لكده. وبعدين ده في النهاية بيعود على المنتخب أكيد، وبيرفع مستوى اللاعبين، وحتى لو رجع بعد كده مصر بيبقى راجع برضو يا كابتن ميدو بعقلية المحترف، مش قصة أنه هو فلوس وكلام من ده، لا. أنا بقول لاعبتنا كمان اتعودوا في السنوات الأخيرة، ابتدوا يعني يتعاملوا مع الاحتراف، يتعاملوا معاه بشكل أكثر واقعية. أكيد. يعني لو تفتكر حضرتك كان في لعيبة كتير جدا لما بيروحوا يحترفوا في تركيا مثلا، وهي دولة إسلامية ويعني العادات والتقاليد تقريبا متشابهة، كانوا بيشعروا بالحنين للوطن والهوم سيكنس وعندهم مشاكل جامدة جدا ويرجعوا. النهارده اللاعب يعني مهم قوي ان هو يتحمل الضغوط الاحترافيه، مش قصه ان هو المستطيل الاخضر واللعب بس. يعني حتى محمد صلاح مثلا لما راح تشيلسي مثلا وقعد احتياطي وما لعبش، كونه يتحمل الضغوط دي هي اللي خليته بعد كده لما يروح ايطاليا ينجح في فيورنتينا ثم روما ثم يعود مرة أخرى إلى ليفربول ويواصل مسيرته الناجحة يعني. فالاحتراف أنا شايف أنه هو طريق طبيعي جدا. بالنسبة لصلاح محسن حضرتك برضو تكملة لكلامكم، أنه لما هيبقى عنده 23 سنة سعره هيبقى أضعاف السعر الحالي، ده اللي أنا بتكلم يعني فيه. ممكن الناس دلوقتي بصة أن الرقم 35 مليون رقم كبير، لكن لما تيجي تحسبه بالأسعار العالمية لا، تقدر تجيبه تضرب في رقم كبير يعني ممكن يوصل لحاجه كبيره جدا. بالظبط يعني احنا يعني ما كنتش حابب اتكلم في ارقام لعيبه، لكن حتى لو جبناه بمليار جنيه يا كابتن، انا بتكلم كنادي اهلي دلوقتي. تمام. كنادي اهلي بيحسبها ازاي؟ ان انا طلعت لعيبه اعاره مش بيع، طلعتهم مثلا بمليون دولار، ده ب 2.5 او طلعنا ب 10 مليون دولار ثلاث لعيبه الاخرين، واشترينا لعيبه ب 8 مليون دولار. مظبوط. مهما كان بقى اشتريت بكام، ان شاء الله اشتريت لعيب واحد حتى ب 8 مليون دولار، يبقى انا في الاخر كسبان. هي الجدوى، معلش يا كابتن ميدو، يعني هي الجدوى انت ازاي بتدير بالظبط العمليه الاحترافيه. بالظبط. هل انت بتدفع بس ولا بتدفع وبتاخد؟ بالظبط. ده اللي شغال يعني. هو ده المنطق اللي دلوقتي النادي الاهلي كجزء استثماري، يعني الجزء الفني، مدى استفاده النادي الاهلي فنيا احنا اتكلمنا فيها، هيستفيد فنيا اوريدي من صلاح محسن. لما نيجي يا كابتن ميدو على المدى الطويل وافكر بعد 3 4 سنين او قرب انتهاء عقد صلاح محسن، هنقول بعد 3 سنين عشان اقدر اسوقه مثلا قبليها بسنه ونص هيبقى عقده منتهي. تمام. لما اجي اسوقه انا على يقين ان هو هيجيب المبلغ ده. ما هو ده بالظبط. نظره استثماريه للي هم القائمين على الاستثمار في النادي الاهلي. بالظبط. زي ما انا بقول، لو هقيسها حتى محاسبيا، ايرادات ومصروفات. دلوقتي انا صرفت بس الايرادات ان شاء الله جايه على المدى ومش بعيد قوي، بتكلم في حدود 3 سنين 4 سنين مثلا. بالظبط. 4 سنين بالظبط. بتكلم يا كابتن جمال في اعاره مش اقل من 2 مليون دولار، مش اقل. بالظبط. يعني مش اقل من كده. اعاره اللي هي 6 شهور. وكمان تتكلم في لعيبه يعني كان صلاح محسن من ضمنهم. تتكلم صلاح محسن عنده 19 سنه، محمد شريف لعيب دجله عنده 22 سنه. تمام. عندك محمد فخري عنده 19 سنه. تمام. عندك محمود الجزار 19 سنه. فلا، في نظره مستقبلية ونظرة احترافية كمان، احترافية بشكل كبير جدا، وخاصة في اللي حضرتك قلته يا كابتن ميدو في أعمار اللعيب. ده الذكاء اللي أنا بتكلم طبعا. فيه. اللعيب عندي هيزداد خبرة ويزداد فنيا، هيبقى مستوى عالي مع اللعب طبعا، هيتعود بقى اللعب اللي هو كمان تحت ضغوط وسقف الطموح عنده يعلى. بالظبط. انا دلوقتي بقى بلعب على بطولات. بالظبط. مش بلعب كان كل امنياتي في اي نادي مع كامل احترامي للانديه اللي كانوا بيلعبوا فيها ان انا ابقى في المربع الذهبي. لا، دلوقتي انا بتكلم عن بطولات، بخش دوري، بخش بطوله افريقيا، بخش بطوله كاس، كله بلعب على البطولات دي هتديني برضو الجزء الفني والخبرات الفنيه مع الطموح العالي، النادي اهلني بعد كده يديني الثقافه الاوروبيه اللي انا اقدر بعد كده احترف بيها، اللي كان بيتفرج عليه، اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ جمال. دي مهمه جدا برضو، ثقافه اللعب.
ممكن. لما اجي اقرب من ثقافه محمد صلاح او محمد او اللعيبه دي عن اللعيبه السابقين هيفرق كتير جدا. مختلفه جدا, مختلفه طبعا جدا بالظبط. وهو برضه الجدول, حضرتك اتكلمت عن الجدول الماليه او الاحترافيه من العوائد الماليه اللي هتخش. كمان نقدر نقول امتى الاحتراف يبقى فاشل او مكلف؟ لما اكون انا بجيب لعيبه وما باخدش بطولات. ما هو النادي الاهلي النهارده عنده بطوله الدوري العام, عنده بطوله افريقيا, عنده طموح كاس العالم للانديه. دائما النادي الاهلي بيلعب على كده, فكل ده ما هو بيجيب فلوس كمان. يعني انت لما بتشترك في بطوله افريقيا وتاخد اللقب, ما هو ده بيجيب لك فلوس غير العائد اللي هو المعنوي. ونفس الشيء بالنسبه لكاس العالم للانديه. فهي العمليه متكامله. يعني المهم اللعيب اللي انت تتعاقد معاه يكون مفيد بالنسبه لك في تحقيق الهدف من وجودك في البطولات. يعني بالظبط. يعني ما الصفقات ما هي الا قلت قبل كده ما هي الا وسيله لتحقيق هدف ولتحقيق غايه. الغايه هي يعني البطولات او الوسيله او الهدف اللي هو البطولات. بالظبط. مش بجيب صفقه تبقى هي يعني انا جبت الصفقه. انا مش بشتري اصل مش بشتري سلعه عاديه. بالظبط. يعني انا بتكلم في حاجه او تكملتها بوجه كمان احتياجاتك وكلام حضرتك. احتياجاتي وفي نفس الوقت المنظومه الكامله اللي بيديرها النادي الاهلي. انا ما ببادلهاش في توجه واحد بس, ان انا الجانب الفني لا, زي ما قال الاستاذ جمال برضو في جانب الاستثماري. انا بديل المنظومه كامله باخدها كامله, جانب استثماري مع جانب فني, والجانب الفني ده هيحقق لي بطولات, البطولات دي هتجيب لي حق رعايه كبير. دي اللي هو التدرج المنطقي اللي بيمشي بيه النادي الاهلي, ودي المنظومه, وده سبب نجاح المنظومه في النادي الاهلي. بالظبط. احنا بنتكلم وافكر حضراتكم تاني برضو مع ضيوف الكرام, بنتكلم في مين لجنه الكوره في النادي الاهلي بيرقصها؟ كابتن محمود الخطيب طبعا. يعني كابتن محمود الخطيب يعني عمر ما حد هيعترض ابدا. الكابتن عبد العزيز, عبد العزيز عبد الشافي, الكابتن عبد العزيز, عبد الشافي معاهم, كابتن علي عبد الصادق معاهم, كابتن علاء ميهوب ولجنته المكونه من كابتن حمدي مرادي, كابتن هشام حنفي, كابتن ناجي خليل, ومعاهم طبعا هي سياسه يعني انا بقول ان هي سياسه ايجابيه جدا. بالظبط. ودايما النادي الاهلي برضو بيتميز بوجود لجنه كوره. يعني ممكن ما تلاقيهاش في انديه كتير. بالظبط. يعني حتى في بعض الانديه حاولت تعمل لجنه كوره من منطلق بس انه يبقى عنده لجنه كوره, يعني مسمى اسما بس, فشلت. بالظبط. ليه؟ لانه راسخ جوه النادي الاهلي برضو من زمان ايه فكره وجود لجنه الكوره ودورها ايه. بالزبط. وتعاملها مع جهاز الكوره وحدودها ايه. بالظبط. وايه حدودها وايه بالظبط. انا بعمل ايه وليا اراي ايه. بالظبط. وبعدين منتهى يعني عايز اقول ايه, منتهى التفاني في حب النادي الاهلي بامانه. يعني عجبني الصراحه ولادا جذوره ده, جذور النادي الاهلي. والتعليق اللي علقه المهندس عادل القيعي منتهى الامانه بعد انتهاء صفقه صلاح محسن. يعني نسب الفضل للكابتن زيزو والكابتن علاء عبد الصادق والكابتن عصام سراج في انكار ذاته مع بالظبط. يعني مش الناس ما بتتسابقش عشان اقول انا جبت فلان. لا, الاهلي فوق الجميع يا كابتن جمال. دي فعلا حاجه ملموسه, حاجه يعني عايز اقول حاجه فوق الاحترام بمنتهى الامانه. بالظبط. بالظبط. يعني انا تكمله لكلام نجومي اللي مشرفيني قالوا ان في مزيج بين الحاله الفنيه والحاله الاستثماريه. اكيد. الحاله الفنيه بيمثلها كابتن محمود الخطيب, يقول لعيب كويس, لعيب جميل, اتو معاه كابتن عبد العزيز الشافي, معاه كابتن علاء عبد الصادق, معاه كابتن علاء ميهوب, كل دول حاجات فنيه طبعا, حالات فنيه رهيبه ما حدش يقدر يعني يراجع وراهم. معاهم مهندس عادل القايه بقى اللي هو بتاع الاستثمار نفسه. تمام. وطبعا عصام سراج الدين. يعني انا افتكر اول ما رحت النادي الاهلي فطبعا رايح للمهندس عادل القايه وانا انا مش عايز فلوس, انا ده كان حلم حياتي ان اروح النادي الاهلي. طبعا ندخل. انا افتكر ان انت قلت في الجرايد ان تيشيرت النادي الاهلي بمليون جنيه. لا يا ما ده كان فوق المليون جنيه. بالظبط. قلت له هات العقوده. هات العقوده يا باشمهندس. ما تعديش على المهندس عادل. طبعا ما تعديش. الحاجات دي ما تعديش على والله العظيم. اصل بيقول احمد جمال بيقول لي في الفيديو انت قلت كده. والله العظيم ما طلبت ولا جنيه, انا مضيت. النادي الاهلي يا جماعه. دي حقيقه. واحنا كلنا بنمضي, اي حد راح النادي الاهلي. انا لما جيت اروح النادي الاهلي نفس الكلام. بمضي وبعد كده مفيش اي مشكله بالنسبه لي. كان حلم ان انت تحققه, ان مجرد ان انت يعني يتدارك في عقلك او خيالك ان انت في النادي الاهلي فخر اي حد في مصر. كابتن احنا ما كانش على ايامنا في توقيع خالص في الصحافه. يعني انا اول ما اشتغلت صحفي في الاخبار في بدايه الثمانينات اشتغلت في مجله الاهلي قبل ما اشتغل في الاخبار. يعني كان الاستاذ عبد المجيد نعمان رئيس تحرير وهو رئيسي في الاخبار, فطبيعي اشتغلت في الاثنين مع بعض. واخد بالك؟ وبرده بالنسبه لي كانت المجله كناحيه اعلاميه مقروءه جدا, وعامله لي تواجد صحفي, يعني عامله لي تواجد بين الجماهير. يعني كان في بعض الناس قرايبي مثلا اما يعرفوا
ايه ده انا شفت اسمك في مجله الاهلي يعني عارف حاجه كبيره والله بجد يعني طب انا بكتب في الاخبار الاخبار عامله لي شهره وكل حاجه لكن مجله الاهلي برضو بالجماهيريه بتاع النادي الاهلي بتعمل نفس الجو ده يعني دايما الاهلي يا كابتن جمال طبعا حضراتكم طبعا اكتر مني خبره طبعا لا الاهلي بتحسه وبتلمسه غير وانت جواه بعد ما تسيبه الحقيقه تحس بقيمته قوي قوي يعني فهم. انا هضرب مثال يعني بعيد شويه عصام الحضري اللي هو اسطوره حراسه المرمى في مصر بعد ما ساب النادي الاهلي وخد فلوس وعمل كل حاجه كان بيموت عشان يرجع النادي الاهلي بالظبط نفسه يرجع النادي الاهلي كان بيموت لغايه دلوقتي اعتقد يعني لغايه دلوقتي لو النادي الاهلي عمل له كده بس هيجي فدي قيمه النادي الاهلي كبيره جدا فعلا زي ما حضراتكم بالظبط بالظبط انت بتلعب ماتشات تحس ان العالم كله متابعك على الاقل هنقول العالم العربي عشان ما بالغش قوي العالم العربي كله متابعك وعارف النادي الاهلي وعارف قيمه النادي وعارف لعيبه النادي الاهلي حتى لما بتخرج من النادي الاهلي وتيجي تروح على اي نادي بتقابل برضه بكل احترام وتلاقي نفسك تحس بيحاولوا يريحوك بقدر الامكان ان انت برضه جاي نجم وهتلعب برضه في نادي بتحس بقى وقتها بالفرق شويه لان انت برضه الطموحات بتختلف بشكل كبير اكيد لما بلعب في نادي في وسط الجدول او نادي بيصارع من اجل البقاء ايا كان اسالك في الحته دي انت يعني عجلتني في السؤال شويه بس انا برضو يعني ازود على كلام حضرتك شويه ان النادي الاهلي لا معروف عالميا كمان انت تمام. في ريال مدريد عارفين ان النادي اللي بعديه الاكثر تتويجا هو النادي الاهلي مصر بالظبط لا والاهلي خد اللقب يعني هو خد لقب قعد بيها سنتين ثلاثه بالظبط قبل السنه اللي فاتت ما ريال مدريد ياخد كاس العالم فريال مدريد لما يجي يتكلم مين الاهلي الاكثر تتويجا الاهلي اكثر تتويجا عشان كده لما نيجي نقارن النادي الاهلي مع احترامي لكل الناس كل الناس يعني ليهم كل الاحترام لان النادي الاهلي اقارنه بريال مدريد في بطولاته في انجازاته بالظبط وليس في صفقاته طيب طالما اتكلمنا عن القيمه واتكلمنا عن قيمه النادي الاهلي برضه يعني صحفيا قيمه عوده حسام غالي المعنويه للنادي الاهلي والله بص هو القرار انا مع القرار ده حتى لو من باب انه تكريم لحسام غالي لانه مش عيب ابدا انه يبقى فيه وفاء لنجم من نجوم النادي الاهلي حتى لو انا مش محتاجه فنيا 100% لا انا مع عودته يعني حتى اتسالت على ده يعني ما كانش لسه في فكره ان حسام غالي يرجع كان في مجرد اشاعات وكده من فتره يعني فقلت لا انا مع هذا القرار لا لشيء الا لانه حسام غالي ان اجلا وان عاجلا سيكون احد الكوادر الاداريه الكرويه في النادي الاهلي تمام يعني النهارده انا لا اتوقع ان حسام غالي كده يمر مرور الكرام مجرد لاعب ويعتزل اعتقد انه عودته في هذا التوقيت والتعاقد لمده 6 شهور انا بقول انه ده ممكن يبقى مقدمه فيما بعد في الوقت القريب جدا ان حسام يبقى له دور في النادي الاهلي كاداره كوره او كمسؤول في بشكل او باخر في قطاع كره القدم فده نوع من انواع الحرص على ابناء النادي الاهلي ويمكن ده برضو بيرد يا كابتن ميدو على بعض الناس اللي احيانا بيقولوا انه نجوم النادي الاهلي مش موجودين او احيانا بعضهم بيشتكي انه مش موجود لا في حرص على وجود ابناء النادي الاهلي خصوصا لما يبقى هو كادر واعد يعني بالظبط يعني ان هو ممكن كلام حضرتك مفهوم يعني ايام ما كان لاعب حتى حسام او هو لاعب في الفريق كان له شخصيته مع اللعيبه شخصيته القياديه فده يبشر او يعني ينبئ بانه ممكن يبقى له دور في المستقبل كادر مهم يعني انا ممكن بس خلينا اقول حاجه بعد اذنك كابتن تكمله لكلام الكابتن جمال او جمال حسام غالي من اللعيبه اللي تحس ليها شخصيه ليها كاركتر معين بالظبط شخصيته القياديه متميزه في الملعب وخارج الملعب ان كان حسام اوقات على بعض الضغوط اللي بتحصل عليه بتبقى فيها شيء من النرفزه ولكن ما نقدرش نفقد قيمته في الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي كقائد في الملعب كقائد خارج الملعب قدام شويه هيبقى كادر اداري مهم لان حسام من المميزات اللي بيتميز بصفه القياديه ودي مش هتلاقيها في اي حد حتى النادي الاهلي بيعرفوا يقروها كويس قوي بمنتهى الامان انا على يقين ان الكابتن الخطيب والكابتن علاء الصادق والمسؤولين على الكوره كابتن زيزو شايفين نظره مستقبليه فعلا ممكن لحسام غالي يبقى كادر بالظبط كادر مهم بعد كده ينفع النادي الاهلي ما بقاش انا دايما واقف على كادر واحد او اتنين بتحصل عندي بعض الازمات زي اللي حصلت حتى في قطاع الناشئين لفترات السنتين الثلاثه اللي فاتوا يعني انا كنت فتره كنت في نادي الاهلي وافتقدنا وجود مدير قطاع ناشئين قعدنا فتره بيفكروا النادي الاهلي نجيب مين اللي ممكن يتحط في الفتره دي اعتقد النادي الاهلي
مش هتحصل السنين اللي جايه، لان الناس اللي ماسكه او القائمين على اداره النادي الاهلي ناس احترافيين وبيشوفوا لقدام، وممكن اجهز مين، ممكن ده ينفعني في كادر فني، ده ينفع كادر اداري وهكذا. اعتقد ان الفتره اللي جايه دي النادي الاهلي مش هيبقى عنده فراغ اداري زي اللي حصل في السنين اللي فاتت او الثلاث اربع سنين اللي فاتت. اكيد يعني انا استشهد برضو بكلامكم، كان معايا ضيف كان خارج المنظومه الكرويه، كان الكابتن طيار عمرو جرانه لو تعرفوه. ده عالم فراسه. تمام. عالم فراسه، فانا كنت جبته عملت معاه حلقه هنا، قلت يعني اغير الجو. اغير الجو بالظبط. هو عالم فراسه من الطراز الرفيع يعني اللي هو يشوف الاستاذ جمال يقول لك انت كذا وكذا وكذا. والله العظيم هو عمل حاجه هنا اكيد كل الاعداد فاكرينه يعني. فقلت له انا عايز اجيبك حلقه معايا وكده. هو معروف اعلاميا يعني قوي. تمام. قال لي بص انا ما اعرفش حاجه في الكوره غير الكابتن محمود الخطيب. ايوه. ما اعرفش اي حاجه. قلت له لا تعالى انا اجيب لك شخصيات بس وتعلق عليها. فبدات اعرض له صور، كان قاعد مكان حضرتك كده يا كابتن، انا كنت قاعد مكان استاذ جمال، وبدات اعرض له صور على الشاشه اللي قدامه. فالمهم قعد جاب اللعيبه بالظبط يعني، جاب خصائصه. اول ما شاف حسام غالي قال لي ده قائد. دي حقيقه والله. قال لي ده قائد، ده الكاركتر بتاعه ده قائد. هو عنده وخلينا اللي هو يعرف بالظبط. خلينا اكد لك المعلومه دي يا كابتن ميدو. اكد لك المعلومه دي. في الفتره اللي اشتغلت مع الكابتن زيزو في الدرجه الاولى، في الفتره اللي كانت انا وعظيمه، وكان موجود برضو كابتن سيد عبد الحفيظ على راس الجهاز. كابتن سيد عبد الحفيظ دايما يقولها بمنتهى الامانه، سيد على طول يقول حسام غالي قائد جيد جوه الملعب وخارج الملعب. يعني هو شايفه كده. هو ما شاء الله عليه. غير ان هو قائد، هو عموما مكسب عودته باي شكل. اما الجانب الفني بس اضيف حاجه. الجانب الفني اتمنى الصبر بقى من حسام غالي. ليه؟ لان كابتن حسام البدري ممكن يكون شايف ان هو ممكن يستفيد بيه في اجزاء معينه من مباريات كامله، دي ترجع للكابتن حسام البدري فقط لا غير. لا هو اكيد هو حسام غالي جاي وعارف دوره ايه، اعتقد بمنتهى الامانه يعني. طب قبل ما نروح لمباراه الاهلي ونجوم السعوديه يا كابتن جمال، انت كلمتني وانا قلت لك انت يعني استعجلتني في السؤال وسبت شويه ورجعت لك بيه تاني. كنت تتوقع فشل اسامه ابراهيم؟ مش عايز اقول فشل يعني، عدم بلا يعني عدم توفيق. عدم توفيق ماشي. اسامه ابراهيم، احمد رفعت، محمد ناصف بالنسبه لنادي الزمالك. والله انا هقول حاجه، النادي الاهلي بالنسبه لمحترفينه غير نادي الزمالك، رغم ان هم برضو دول يعني ابناء برضو نادي انبي. كنت تتوقع اصلا مش عايز ادخل في حته مش عايز تخش في الحته دي خالص. تتوقع هم لعيبه يستاهلوا ان هم يلعبوا اهلي وزمالك؟ لا، لعيبه كويسين يستاهلوا. طيب لكن كنت تتوقع ان هم في يبقى في عدم توفيق؟ لا ما كنتش اتوقع عدم توفيق. لعيبه كويسين، مقاوماتهم الفنيه جيده جدا بمنتهى الامانه. لو كانوا جم الاهلي، لو كانوا جم الاهلي كان ممكن ينجحوا. كان شكلهم هيختلف؟ شكلهم هيختلف تماما. لعيبه واعدين كلهم. تمام. نطلع على طب قبل ما نروح لمباراه التابلو، خلينا قبل ما نروح للفيو بتاعنا احمد، اخد برضو راي ضيوف الكرام في قيد الثلاثي صلاح محسن ومحمد شريف ومحمد نجيب افريقيا، وكان قبلهم الحارس علي لطفي. طبعا مهم جدا، مهم جدا، لان انت بتجيب لعيب طالما القايمه بتاعتك بتسمح بانضمامهم فشيء جميل. انت المفروض انك تستفيد، لانه برضو في مشكله انه ممكن لو اللعيب جه وما تأيدش ممكن ده يعمل عنده نوع من القلق والخوف من المكان. لكن معنى انه جاي وداخل على طول في القايمه، فده بيدي انطباع عند اللاعب نفسه، لا انا مطلوب في هذا المكان وهيبقى ليا دور. فيعني اعتقد انه قرار كويس. تمام. وهم كامكانيات برضو احنا شفناهم لعيبه كويسين ممتازين يعني. كابتن جمال اضيف اقول اضافه النادي الاهلي، النادي الاهلي طالما ما جايب لعيب وانا شايف لعيب وحطه تحت السبوت ببقى مجهز له مكان حتى افريقيا. حلو. النادي الاهلي دايما بيخطط لقدام، انا مش باصص لدلوقتي ان انا لسه بخلص لعيب، لا هتلاقي الكلام ده. انا على يقين ان النادي الاهلي والجهاز الفني مجهزين، عارفين ان الصفقات دي ناجحه ان شاء الله قبليها، مثلا قبلها بشهر طالما ما الكابتن حسام بدري مضى على الصفقات دي. انا عايز اضيف كابتن خطيب دخل فيها، انا على يقين ان هم عارفين اللعيبه دي، وانا لما بعير ببقى عارف احط مكانهم. حلو. يعني في فترات الاعاره. حلو. النادي الاهلي عارف ان هجيب محمد شريف، هجيب صلاح محسن، هجيب اللعيبه دي وهيبقى لها مكان افضل. عايز تقول انا عارف احنا بنعمل ايه بالظبط. هي اضافه من نفس الكلام ده اللي هو انه الاهلي لما اخذ قرار بانه يعير مجموعه من اللاعبين النجوم برضو، يعني انا عايز اقول اللعيبه اللي طلعت دي كلها مش سهلين. لعيبه مستوى عالي. أنا. يعني فهو بيعمل كده يبقى في رؤيه مستقبليه انه بيجيب لعيبه اخرين، ده نوع من انواع
اللي عارف ايه اللي هو التفوق على الذات. انت ممكن تبقى ماشي، ما انت ماشي كويس جدا صح. يعني في ناس يقول لك طب ما الاهلي، والاهلي محتاج لعيبه وعنده التيم الاساسي في فلان وفلان 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 وعنده فرقه تانية على الدكه، لكن التغيير ده في حد ذاته اللي هو مساله تدوير، يعني ان اللعيبه دي تخرج ممكن يبقى في لعيبه احمد الشيخ مثلا، طب انت ممكن كنت تتمسك بيه جدا، احمد الشيخ، صالح جمعه، مؤمن زكريا، مؤمن زكريا، يعني اقصد انت مطلع لعيبه من العيار الثقيل، مش هزار. لكن مساله التغيير ده ممكن برضو يبقى نتيجه دراسه لظروف اللعيبه، ان اللعيب انت عندك لعيب مثلا يا كابتن ميدو، عندك احساس انه اللعيب ده محتاج ان هو يحترف دلوقتي او يلعب بره شويه، بدليل ان اللعيبه اللي تم الموافقه على اعارتهم تم تمديد العقود بتاعتهم اصلا. بالظبط، يعني دي بالزبط نقطه بالزبط. دي نقطه مهمه. ان انا زي ما اختلفت مع كابتن جمال في كلامه، قلت النادي الاهلي عارف هو بيعمل بالظبط. لا ان احنا مش الاهلي او النادي او اداره النادي مش بتبيع او بتعير خالص من غير سياسه، تمام. لا هو بيجدد له، وفي نفس الوقت لما يرجع له تاني يبقى المود كمان اتغير. بالظبط، مود اللعيب نفسه اتغير. بالظبط بالظبط. يعني انت بتتكلم كمان في اعارات ما شاء الله مش بيع لغايه دلوقتي يا جماعه، احنا بالظبط بنعير بس وما شاء يعني الله يعني راجعين تاني يعني. بالظبط، الاهلي كسبان. يعني قبل ما نطلع للتقرير بتاعنا الفيو عشان نسمع فيه عن او نشوف فيه كومنت النادي الاهلي عربيا، عايز اقول لكم حاجه، او تحديدا لمسؤول نادي انبي اللي هم دلوقتي مشغولين طبعا، مشغولين بماتش الزمالك طبعا، ماتش مهم لنادي انبي. عايز اقول شوفوا كام لعيب طلع الاهلي والزمالك من نادي انبي. اللعيبه دي مين اللي اختارها؟ مين اللي جابها؟ هتلاقوا ان كابتن امام محمدين كان ليه دور كبير جدا جدا في هذا الموضوع، فلازم لو سمحتوا ادوا للراجل ده حقه. نطلع نشوف تقرير عن قيمه نادي الاهلي عربيا ونرجع لحضراتكم على طول. يلعب النادي الأهلي دورا مهما في تعزيز العلاقة المصرية العربية عن طريق الرياضة، باعتبارها أهم خيوط القوى الناعمة لأي دولة. هو ما يتطابق مع تصريحات الكابتن محمود الخطيب التي قالها خلال الندوة التي حضرها في معرض الكتاب. الأهلي يثبت دائما أنه المثل الأول في الرياضة المصرية والدال على الوطنية والانتماء والمساندة القوية لدولته، وذلك من موقعه كأكبر ناد رياضي في إفريقيا. لا يخفى على أحد المجهود المبذول من قبل النادي من أجل تعزيز علاقته بالأندية العربية، وذلك بما يتماشى مع الدور الخارجي الذي تلعبه مصر. إدارة الأهلي لم تتردد للحظة قبل المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور الذي سجل هدفا في شباك المنتخب الهولندي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم عام 1994. مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال لاعب عربي هي خطوة من مجموعة خطوات يسعى من خلالها مجلس إدارة النادي لخلق روح من التعاون في الرياضة العربية، بما يعود على مصلحة الأندية بالاعتماد على شعبية الأهلي الجارفة في الوطن العربي. خوض فريق الأهلي بطولة السوبر في الإمارات خلال المواسم الثلاثة الأخيرة كان دليلا واضحا على تميز العلاقة المصرية الإماراتية، مما انعكس على علاقات الأندية ببعضها، هو ما وضح خلال تعاقد الأندية السعودية مع 13 لاعبا من الدوري المصري بشكل عام وستة لاعبين دفعة واحدة من الأهلي، وهم عمرو بركات، حسين السيد، صالح جمعة، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، ومن قبلهم عماد متعب، بالإضافة إلى المتواجدين في الدوري السعودي منذ بداية الموسم وهم شيكابالا، محمود كهربا، مصطفى فتحي، عصام الحضري، محمد عبد الشافي، ومحمد عطوة. لن تكون تلك الخطوات هي الأخيرة في مسيرة أكبر ناد في إفريقيا نحو مزيد من الريادة في مجال الرياضة المصرية والعربية بالتعاون مع أشقائه العرب. لسه مستمرين معاكم مع ضيوف الكرام، الاستاذ جمال الزهير رئيس قسم الرياضي في اخبار اليوم، والكابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق ويعني رئيس قطاع البراعم في نادي انبي.
صح كده؟ لا صح كابتن ميدو. مش عايز اشكر فيك عشان الناس ما تقولش انا بشكر فيك وانت معايا، لكن طبعا لا احنا مش في اندي بس يا كابتن ميدو، برضو تكمله يعني انا في فتره معينه كنت مع كابتن بدر رجب صراحه كل الاحترام ليه كابتن بدر رجب. الفتره اللي اشتغلت فيها معاه في مدرسه الكوره بمنتهى الامانه، من اول جيل 92 محمد نصر النني، جيل 93 رامي ربيعه واحمد حسن كوكا، يعني احنا حتى كنا في الاستراحه انا واستاذ جمال استراحه قعدنا شويه وريت الصور لعيبه 12 سنه تريزيجيه واحمد حسن كوكا ورامي ربيعه ومحمد اشرف توفيق رؤى ولحد مرور لما 94 تريزيجيه ومحمود كهربا وفي لسه لعيبه لحد دلوقتي بتلعب في انبي، يعني عبد العزيز البلعوطي ده مواليد 94 كان معانا حارس المرمى اللي لعب مكان عماد السيد برضه كان لاعب النادي الاهلي. الناس بتستغرب بقول الكلام ده. جيل 96 محمد هاني، جيل 97 رمضان صبحي وكريم ندفد واجيال كبيره لحد 98 احمد حمدي واحمد ياسر ريان، ما شاء الله دي كل الاجيال دي اشتغلنا معاه مع الكابتن بدر رجب، فبرضه كان قطاع براعم محترم. بعد كده حصلت طبعا يعني حصلت مشاكل وحصل قلق في النادي الاهلي بالنسبه لقطاع الناشئين، بس اللي اعلمه ان الكابتن محمود الخطيب اعتقد ان الفتره اللي جايه دي هيوليه حاجه يعني اهتمام خاص اكيد، لانها من انصار اللي اتعمل برضو يعني نقطه صغيره كابتن ميدو، ال 25 لعيب من احسن الحاجات اللي اقرها اتحاد الكوره. انا لازم عندي خمسه سته ناشئين بيتمرنوا من قطاع الناشئين في يخشوا كبدل، يخشوا اللي هم بيتمرنوا بيكملوا التمرين، انما يبقاش عندي اللعيبه كلها لعيبه انا مشتريها من بره ودكه من بره وحتى الناس اللي بره السكول خالص، ما ينفعش. خمس ست ناشئين دول هتجبر المديرين الفنيين ان هو يطلع من الناشئين يثقلهم بشكل جيد، يتمرنوا مع اللعيبه الكبار محسن غالي وعماد متعب ومؤمن زكريا ولعيبه كبار، الحاجات دي كلها بتثقل اللعيب. اكيد اكيد من افضل أكيد الحاجات اللي هتفيد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. اكيد اكيد انا باكد على كلامك، كلام مهم جدا، واكيد الكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه اكيد هيهتم او يعني هيبقى فيه اهتمام كبير جدا بقطاع ناشئين النادي الاهلي اللي هو فيه مواهب كتير جدا جدا مع قطاع ناشئين انبي برضه بصراحه ومقاولين حاجات بامانه بالظبط. انبي ومقاولين زمان مش طبيعي طبعا، احنا كنا في الفصل بنتكلم، كنت انا في انبي بشوف حد كده في انبي فشفت البراعم اللي عندك حاجه تاخدك كده تفضل تتفرج ازاي. وبعدين على فكره اللعيبه دي كده الجو اللي هو جو البراعم ده واللعيبه الصغيره بجد هو اللي بيعمل يعني بيعمل جو حلو لكرة القدم. يعني انت لما تشوف الولاد الصغيرين وهما بيطلعوا في نادي متربيين فيه وبيطلع لابس فانيلة النادي ده من وهو طفل صغير، بتتربى جواه بقى يا كابتن ميدو حاجات ممكن ما تلاقيهاش في اللعيب اللي جاي لابس الفانيلة على كبر. اكيد دي حقيقة 100% يعني زي ما حضرتك قلت، يعني قصة الانتماء دي مش وهم، دي حقيقة. لا مش وهم، بس في بعض الناس يقول لك ايه الانتماء للفانيلا دلوقتي، لا هو الانتماء للفانيلا بجد لما يحصل ايه. النهارده من ضمن مميزات فرقة النادي الاهلي ايه؟ انه في اكتر من لاعب، يعني نقول خمس ست سبع ثمان لعيبة موجودين بيلعبوا لابسين فانيلة الاهلي وعرقانين فيها بقالهم سنين. لما بتضيف عليهم حد سهل ان هو يندمج معاهم وسهل ان يبقى فيه هارموني وانسجام. عكس بقى لو انت اعتمدت كفريق على انك تشتري كله تشتري كله ده عشان تحطه جواهم او تزرع جواهم ازاي يبقوا مع بعض وازاي يبقى روحهم على الفريق ده، هتاخد وقت، هتاخد ايه ممكن ما تلحقش، لان انت عبال ما تعمل الحته دي هيكون الفريق ده خسر كل البطولات. وانا ممكن يعني ممكن اقول الموضوع بشكل تاني يعني او باسلوب تاني، ان other words ان في فرق بين الحب والانتماء. تمام يعني طبعا. الانتماء غير الحب، الحب مفهومه اعم واشمل. تمام. فتخيل انت بقى متوافر فيك اللي الاستاذ جمال والكابتن جمال بيقولوا متوافر فيك الانتماء والحب اللي هم ولاد النادي الاهلي ولاد نادي انبي، دول بيحبوا وبيعشقوا النادي وانتمائهم كمان للنادي بالزبط. غير اللي منتمي بس، يعني اكيد الموضوع بيبقى غير كتير جدا، غير دي غير اللي داخل على طمع، يعني اللي هو داخل في عرض كويس قوي جاي له ف ما قبلوش ليه؟ ما في ناس كده، في لعيبه بتيجي مجرد ان هو جاي له عرض كويس جدا وفي اكبر انديه الشرق الاوسط فعمره ما يرفضه. الفكره انه ازاي هو انك تدخل اللي جاي ده في منظومه. يعني حتى لو هو مش متربي في النادي، ما هو برضه خلينا واقعيين،
يعني مش هربي الناس كلها في النادي. بيدخل الاهلي يا زمالك اسالنا انا. ما هو بالظبط كده. الاهلي بقيت بعشق النادي. اه بالظبط. انت ممكن لما تيجي وحضرتك سالت كابتن جمال على حاجه بعض اللعيبه لما اللي كانوا فين في احد الانديه. بالظبط. نجحوا ولا ما نجحوش. لعيبه كويسه. لعيبه هي حلو جدا. لو دخل منظومه صح يعني المنظومه وفرت له جو الاستقرار وجو الاجاده ما هو لازم يبقى كويس. بالظبط. يعني فاهم قصدي؟ يعني لو انت حطيته في مكان بالظبط هو لوحده هيبقى هيخش مع المنظومه يعني هيندمج بسرعه والدنيا هتمشي معاه. بالظبط. انما لما بتحصل عطله في جزء معين او حتى لو جزء اداري لا بتفرق كتير جدا. طبعا اعتقد ده المهم يعني. تمام. بدات مع حضرتك بعنوان مباراه الاهلي ونجوم السعوديه وحضرتك طبعا عنوان. ما تسالنيش بقى عناوين كتير بقى احسن. لا شغال عادي يعني مش مشكله. احاول اتصرف. مش هسالك عن حاجه. ممكن تتكلم معاه شويه وتديله عنوان يفكر فيه شويه. انت عارف لو انا معايا الايربيس مثلا ممكن حد يمليني. والله انا بقول ده يعني مش عارف يعني ليه. بيقول كلمني. ماشي. لا الموضوع بقى بقيمه النادي الاهلي عربيا. قيمه اللعيبه كمان اللي طلعت الدوري السعودي. الدوري السعودي القوي. تمام. بتكتسب بالقوه دلوقتي ما شاء الله بقى سوق للعيبه المصريين خصوصا الاهلاويه تحديدا كمان. كويس. شايف الموضوع ازاي؟ لا انا شايف الموضوع اولا سمعه النادي الاهلي المحليه. ما هو برضه خلي بالك العالميه تبدا منين؟ محليه. نجيب محفوظ بدا منين؟ بقى جائزه نوبل منين؟ بالظبط. من شغله المحلي. بالظبط. فعايز اقول ان النادي الاهلي وهذا ليس فيه اي شبهه مجامله خالص. ما انا يعني ما حدش يقدر يجامل حد عامل حاجه كويسه. يعني النادي الاهلي ما هو بالارقام 39 دوري مش عارف كام و20 ايه وكام و30 ايه ما شاء الله. ما شاء الله. يعني طبعا مش الحاجات القديمه مش هيجرى لها حاجه. احنا برضو من قبل يا استاذ جمال. هو الخوف على احنا داخلين على ال40. برافو عليك. داخلين على ال40. برافو عليك. فانا عايز اقول ان كل هذه الانجازات هي اللي عامله اسم النادي الاهلي وشعبيته. العلاقات بقى انا عايز اقول برضو انه ممكن في الفتره الاخيره انا لاحظت حاجه. يعني هو علاقات الاهلي العربيه موجوده على طول يا كابتن. تمام. علاقاته العربيه والافريقيه موجوده. تمام. لكن في الفتره الاخيره ديت انا لاحظت انه في مثلا ترحيب شديد جدا من الشيخ تركي آل الشيخ السعودي او رئيس هيئه تركي الرياضه. آل الشيخ رئيس هيئه تركي الرياضه. آل الشيخ رئيس هيئه الرياضه بانه ازاي متعاون جدا جدا مع النادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب. يعني برضه انا عايز اقول هنا الشخصية التي تدير النادي الأهلي بيبقى لها نوع من أنواع الجذب للتعاون. خلينا الحتة دي عشان نعلق عليها بعد ما الأستاذ جمال يخلص. في نوع من الجذب. يعني الكاركتر نفسه مجرد أن الكابتن محمود الخطيب نجح ويمكن قبل ما ينجح أكيد. ويمكن قبل ما ينجح الانتخابات دي بقى فيه وعود مبدئية كده على بياض أنه في حالة وجود في حالة وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم هيحصل تعاون بشكل أو بآخر ومنه اللي هو الاستاد مثلا. أنا مع حضرتك مع كل احترامي لمجالس الإدارة السابقين لكن الكابتن محمود الخطيب كاريزما ضافت. لا على فكرة وجابت. كل المجالس السابقة أنا اشتغلت معاهم وأعرفهم وناس محترمين جدا ولم يقصروا. أنا فاهم كلام حضرتك. أنا فاهم كلام ولم يقصروا. لا كويس إن أنت حضرتك ركزت على النقطة دي. ليه؟ عشان اوضح انه الاهلي طول عمره مجالس اداراته بالزبط. بتشتغل بالزبط. للنادي الاهلي بالزبط. فعلا بصمت. يعني انت تمام. ممكن ما تقدرش ممكن فتره كده كابتن ميدو ما تعرفش مين اعضاء مجلس اداره الاهلي بالكامل بالظبط. لكن في الاخر لانه كل واحد بيشتغل في اطار المنظومه دي مش كل واحد عاوز يعمل شو لنفسه بالظبط. لكن انا لاحظت بملاحظه اللي هي الفتره الاخيره في نوع من العلاقات القويه بين النادي الاهلي والدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية الشقيقة. فده في حد ذاته أنا شايف أنه محصلة للنجاح الكبير أكيد. للنادي الأهلي أكيد. أنا عايزك تشوف اللقطة دي يا كابتن جمال. ده الجون بتاع مؤمن زكريا في شوف الرياكشن بتاع مؤمن. لا مش عايزك تشوف الرياكشن بتاع مؤمن. لعبها مرتين. طبعا بالزبط. أكيد الجماهير الأهلاوية طبعا عارفة. يلا يا أحمد جمال هات لنا الرياكشن بتاعه. هو طبعا دي جوال مؤمن. تمام. هو عمل الفولو كمان. ده جوه المباراه دي يعني هو شاط وعمل الفولو كمان. اسبوع 6 ومؤمن جاب جولين. بص جول بقى بص الرياكشن بتاع مؤمن. بص دي.
ترجمتها؟ لا ترجمتها كابتن جمال؟ لا ترجم انت بقى، ترجم انت عشان يعني مؤمن زكريا جاي من النادي الاهلي وراح النادي الاهلي، فبقول لهم ارفعوا راسكم لفوق انتوا الاهلي. والله بص ده كان تعبير مؤمن، انا يعني انا متاكد من الكلام ده. انا سالتها برضه، سالته لا هو سالته والناس اتكلمت عليها، بقول لهم ارفعوا راسكم لفوق انت يعني انتوا اهلي برضه. بالظبط هو انديه الاهلي في كل مكان بصراحه مميز، ونادي الاهلي قدم الانديه الكبيره هناك في السعوديه طبعا اكيد منافس قوي على طول، ومثل الدوري السعودي زي ما حضرتك قلت يا كابتن ميدو ان هو دوري قوي. دوري قوي ليه؟ دوري قوي قوي بالظبط. انا وجهه نظري انا قعدت هناك سنتين او ثلاث سنين واشتغلت في انديه الشباب والنصر ومن الانديه الكبيره، يعني دايما في خمس انديه دايما بتحس ان هم في المنافسه، مش نادي واحد بينفرد والدنيا بتمشي. طبعا النادي الاهلي متفوق، نتمنى طبعا هو يكون متفوق على طول. انما بالنسبه للسعوديه لا والله السعودية. انا اتمنى ان يبقى لينا منافس. انا عكسك بقى كابتن جمال، انا اتمنى ان يبقى في منافس يعني بينافس النادي الاهلي عشان الكره المصريه تحلو. طبعا هو الكره المصريه تحلو وكل حاجه، بس طبعا يعني احنا مش ذنبنا، النادي الاهلي متميز يعني وكويس. لا هو كلامه واقعي، هو بيقول لك انا عايز اروح لكلمه صغيره منافسه بس الاهلي ياخد الدوري برضه. اول حته بس عادي يعني. للنادي الاهلي المصري قبل ما اروح السعوديه. النادي الاهلي طبعا دلوقتي كل الناس بتشيع ان الدوري خلص، لا الدوري ما خلصش اكيد، لا الدنيا لسه بدري قوي. النادي الاهلي عنده 18 ماتش يعني قريب من تقريبا من 48% من الماتشات ما عملتش حاجه، ودي مقوله الكابتن حسام البدر على طول. انا ما بحبش يعني قصه التخدير، انا احسبها لما النادي الاهلي يفرق عن اللي تحتيه، لو فاضل خمس ماتشات ست ماتشات يبقى انا اوفر 17 بونت 18 بونت بالزبط. يبقى ده التفكير المنطقي. هو انت قربت خلاص، انما النادي الاهلي ممكن اقول لو الطموح 17 18 بونت خلاص انت. ما هو ده اللي انا بقوله يعني، لا ما هو ده انا بتكلم على يعني منطقي عشان احسبها منطقيا. انا كراجل مدير فني وبحترم جدا الكابتن حسام البدري وجهازه الفني، انه دايما يقول لك لا لسه لا لسه لحد ما نوصل على الدوري. ده الطبيعي، ده الطبيعي. نيجي بقى الماتشات السعوديه دايما، فهتلاقي الشباب وهتلاقي الاهلي وهتلاقي الـ 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 الهلال وهتلاقي النصر وهتلاقي والاتحاد، خمس فرق دايما متنافسين. في المجال اللي بيتعمل ده بتاع طبعا الكابتن فؤاد انور، ده من اللعيبه الكبار جدا طبعا في السعوديه، هو اصلا لعيب نادي الشباب ولعب اعتقد في نادي برضه النصر، من اللعيبه الكبار. شايف ان في مهرجان اعتزاله يعني في لعيبه مصريين كتير، هو طبعا قمه الذكاء ان انا استغل اللعيب المصري بالزبط. عشان هتلاقي الاستاد مقفول بالزبط. جاي يتفرج على بالزبط. النادي الاهلي المصري بالزبط. اللي بقيمته الكبيره هيتعمل ماتش اعتزال طبعا بالنسبه للكابتن فؤاد انور. لعيبتنا كلها منتشر طبعا، في التعاون السعودي مصطفى فتحي، وفي عصام الحضري، في الرائد دلوقتي شيكابالا، في نادي الاهلي جده، في مؤمن زكريا، في نادي الشباب السعودي رايح عمرو بركات. اعتقد كل لعيبتنا دي هتثري برضو الدوري السعودي او هتزيده قوه، انما بمنتهى الامانه لاعيبتنا برضو هتستفيد. ده رايح عمرو وحسين السيد ورايح صالح بالظبط ورايح صالح بعد كده ورايح حسين السيد، فهيبقى لعيبه الحمد لله هتثري الدوري السعودي بشكل كويس. والحمد لله دلوقتي اتجهوا يعني كان قلما ان تلاقي لعيبه من اللعيبه المصريين ان هو في الدوري السعودي. دي من الحاجات الكويسه جدا اللي عملها طبعا التوأم الجميل اللي عملها طبعا تركي آل الشيخ طبعا رئيس هيئه الرياضه في السعوديه. بالظبط. وعايز اقول حاجه ان هو يعني واضح ان هو محب جدا للعرب وخاصه المصريين والنادي الاهلي. طبعا نعرف ان هو طبعا محب لشخص كابتن خطيب طبعا قيمه كبيره طبعا. ما بحبش كابتن خطيب بصرف النظر عن اي حاجه بمنتهى الامانه بالظبط. فدي من الحاجات الكويسه بالنسبه للمهرجان اللي هيتعمل. اعتقد ان هو هيبقى مهرجان ناجح جدا وقيمته كبيره وجماهير هتملى الاستاد تكريما طبعا للكابتن فؤاد انور نجم السعوديه. في لعيبه طبعا سعوديين كتير مشتركين، في محمد نور من اتحاد جده، وفي لعيبه من الهلال السعودي، في عمر خريبين لاعب سوري لعيب كويس جدا من هدافين نادي الهلال، لعيب كويس جدا ومن هدافين الدوري، في محمد الشرهوب طبعا اللي جه شارك هنا في المباراه بتاعتنا في 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 مع اتلتيكو مدريد، في ياسر القحطاني. اعتقد كل دي لعيبه اعتقد انها هتبقى مهرجان متميز، وخاصة اللي هيزيده تميز مشاركة النادي الأهلي في المهرجان ده. أكيد. يعني أريحكم شوية؟ لا احنا جاهزين. لا احنا متمرنين. ناخد نفس ونضرب حاجة السخنة عشان ما تبردش تاني. هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع نجومنا الكبار الأستاذ جمال الزهيري والكابتن جمال السيد. فاصل واستنوا. حضراتكم من جديد، بطمنونا يا جماعه على النتيجه في انبي والزمالك عشان نبقى عارفين بس
لسه 0-0 الدنيا ماشيه. طيب ربنا يسهل ان شاء الله. عايز اقول لكم ان الكابتن حسام بدري اختار 21 لاعب في مهرجان اعتزال النجم فؤاد انور النجم السعودي. كابتن حسام بدري اختار شريف اكرامي وعلي لطفي الحارس الجديد ورمضان مصطفى وليد سليمان صبري الرحيل هشام محمد وايمن اشرف ومحمد نجيب وليد ازارو وكريم وليد ومحمد عبد المنعم محمد شريف ومحمد هاني وباسم علي احمد حمودي واسلام محارب وميدو جابر وبكماني واكرم توفيق واحمد ياسر ريان ومحمد فخري. واخد يعني في لعيبه جديده داخله في القايمه. اعتقد ان هو لازم يعمل كده الكابتن. لازم طبعا, طبعا. لازم هو المفروض كمان انه فرصه بتبقى المباريات دي للعيبه اللي ما بتلعبش كتير. بالظبط بالظبط. ويريح كمان اللعيبه المراهقه. بالظبط. ما احنا قلنا النادي الاهلي مرهق دائما فبيحاول يريح اللعيبه بتاعته. بالظبط. وبعدين الاساسيين كمان موجودين يعني عشان ما نقللش. ما اعتقد ده دي شروط التعاقد. مين؟ شروط التعاقد. لازم تتفرج على النجوم. لا لا هو اولا كلهم كابتنين. لازم كلهم. لا كلهم نجوم بس احنا بنتكلم على لعيبه صغيره يعني مدخل مثلا رمضان مصطفى حارس مرمى ثالث ده من ناشئين النادي الاهلي. احمد ياسر ريان موجود بصفه على الخط. محمد فخري. محمد فخري طبعا لاعب المحله الجديد الوفي الجديد. وفي كريم وليد كريم نيدفيد يعني في مجموعه لعيبه ممكن ياخدوا فرصه بشكل جيد هناك. وباكا برضه يلعب لانه بقاله فتره طبعا بعيد عن المباراه اعتقد. وما عدا ذلك كلهم يعني اساسيين وبيلعبوا يعني. بالظبط نجوم. الباقي كله يعني عايز اقول لكم كمان ان ابرز المشاركين في مهرجان اعتزال فؤاد انور او الفرقه اللي هتلاعب بقى النادي الاهلي النجم طبعا نجم مصر الحارس الاسطوري عصام الحضري حارس مرمى نادي التعاون السعودي والمنتخب الوطني كمان معاه محمود عبد المنعم كهربا والتونسي احمد العكايشي ثنائي اتحاد جده معاهم محمد نور لاعب اتحاد جده السابق كمان معاهم ثلاثي الهلال السعودي السوري عمر خربين ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني ياسر حارس مرمى اهلي جده وزميله تيسير الجاسم لاعب الفريق محمد السهلاوي مهاجم النصر السعودي معاهم حسن معاذ واحمد عطيف وسعود ثلاثي الشباب السعودي دول اللي هيقابلوا النادي الاهلي ان شاء الله تبقى مباراه يعني يتالق فيها نجوم الاهلي الجدد تبقى مباراه حلوه طبعا ممتعة. طبعا مباراه جميله وزي ما قلنا ان هي داخله برضو في اطار العلاقات ده مهم جدا على فكره يعني انه يبقى في علاقات بين الانديه والرياضه المصريه والسعوديه دي مهمه جدا في الفتره دي فضروري ان احنا نبقى حريصين على كده طالما في امكانيه واعتقد انه لجنه المسابقات واتحاد الكره لا يرفض ان هو يقيم مثل او يوافق يعني مع تحريك في الجداول احيانا للمشاركه في مثل هذه مفيش تحريك جداول لا لا ده انا بقول ايه لما بيتحرك يا استاذ جمال لا لما بيكون في مباراه زي مباراه ايه اللي اتلعبت بتاع اسبانيا قريب ما هو دي كان مفروض جايه في اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد جايه في وقت معين كان صعب جدا ان ممكن ما يوافق ممكن الاتحاد الكره ما يوافقش لكن ازاي هترفض إقامة مباراة زي دي يعني لو جات لك في أي وقت أنت عشان تتفق مع الأندية دي محتاج يعني علاقات ومحتاج جهد كبير جدا فهي إن شاء الله تبقى مباراة كويسة ويعني مفيدة للطرفين يعني أكيد هو كابتن الأستاذ جمال بيتكلم في جو العلاقات في إيه يا كابتن؟ جو العلاقات طبعا طبعا وتفيد العلاقات خصوصا كمان في ظل تواجد مجلس الاداره الجديد برئاسه الاستاذ محمد الخطيب مع ضغطة المباراه يا كابتن جمال يعني احنا عندنا ماتش يوم 4 مع الاتحاد السكندري بعد ما الفريق يرجع بيومين فبرضه الموضوع لا الموضوع انا شايف الموضوع حتى السفر. يعني بالظبط الموضوع السفر بس يبقى فيه ارهاق انما اعتقد ان الكابتن حسام هيريح جزء كبير من اللعيبه دي يعني في لعيبه ممكن تشارك جزء من المباراه وفي ناس ممكن تشارك مباراه كامله الناس اللي هي عايزه ترجع زي ما قلنا احنا عدينا كذا واحد يعني يخشوا يمكن يخشوا المباريات دي زي بكماني وزي محمد نجيب جهزوا وكريم وليد واحمد ياسر ريان ومحمد فخري فهتلاقي على الاقل 10 11 صبري رحيل تلاقي 10 11 مثلا عايزين يلعبوا ويرجعوا المباراه الثانيه شريف اكرامي طبعا يقدر يرجع للمباريات ويقدر يجيب مستواه بشكل ثاني اعتقد ان الكابتن حسام عامل حساب الموضوع ده انما هو بالنسبه للعلاقات طبعا هي علاقات جيده طبعا بيننا وبين المملكه وده دايما دي سمة اساسيه يعني حتى في الكوره الكوره طبعا من الحاجات الكويسه قوي وانا سبق لسه قايل طبعا اللعيبه اللي هي دلوقتي في الدوري السعودي اعتقد برضو هتزيد الدوري السعودي عايز اقول من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الجماهيريه احنا عندنا شعبيتنا كبيره جدا بالنسبه للمصريين هنا في السعوديه يحبوا يتابعوا عماد متعب واللي بيحب يتابع كهربا
واللي بيحب يتابع مصطفى فتحي شيكابالا، الجزء كبير من لاعبتنا هناك مؤمن زكريا في جده، الحاجات دي كلها برضو هتفيد الدوري السعودي، لان نسبه المشاهده هناك بتعلى بس لما بيبقى اطرافها المباراه الفرق الخمسه اللي انا قلت عليها. انت عشت صالح جمعه كابتن جمال تمام في انبي وفي النادي الاهلي وفي الاهلي اكتر في الجزء اللي كنت فيه في الدرجه الاولى. شايف تجربته الاحترافيه هتبقى ازاي؟ اعتقد طبعا يعني صالح من اللعيبه المتميزين جدا. احنا بعدنا شويه بس انا نقطه مهمه انا صالح من اللعيبه اللي بحبهم على المستوى الشخصي جدا. لقيت تحس من اللعيب اللي عنده حلول او عنده ملكه الرؤيه. الجزء كبير جدا لو اشتغل على نفسه شويه ممكن يبقى قريب جدا من عبد الله السعيد. احنا ممكن تكون المقارنه دلوقتي يعني مش في صالح ليه؟ لان عبد الله عنده رصيد كبير لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في البطولات وفي مؤثر جدا بالنسبه للاهلي. جماهير الاهلي كانت بتتلكك لصالح جمعه انها تحب بالظبط. ده كان وصلت لمرحله ان هم يتمنوا يشوفوه في الملعب بالظبط. صالح بمنتهى الامانه كنت اتمنى ان هو يساعد نفسه بشكل اكبر. صالح بس كان ناقصه حته الايه؟ الصفات الاراديه تبقى عنده اعلى من كده. وانا بتمناها في كل لعيب يدخل النادي الاهلي، ودي نصيحتنا برضو عشان امشي. هو اللاعب اللي ما عندوش صفات اراديه جامده جدا مش هينجح في النادي الاهلي، هتبقى مشكله. احنا بنقول دي وبعدين عشان نستفيد منها. التجارب واضحه قوي يا كابتن. تمام. القديمه بالزبط. يعني بالزبط. قديمه لغايه قريب يعني مش قديمه. ما احنا انا عايز اقول لعيب اللي هو عارف مصلحته. يعني ايه الفرق بين مثلا عبد الله السعيد وبين اي لعيب تاني او نقول صالح ما فيش مشكله. هي فقط ان هو راجل جاد في شغله ومركز جدا وعارف انه هو في مرحله يعني لازم يستفيد منها. لو ما حققش ما هو ده اللي احنا بنقوله حتى لصالح جمعه ان كل حاجه كابتن ميدو ممكن تتاجل الا ان انت تضيع فرصتك الذهبيه في انك في هذا الوضع وفي نادي الاهلي ويعني وقدامك يعني ده مستقبلك بالظبط. فرصه جات له جيده منتقل من نادي انبي للنادي الاهلي. نادي انبي نادي كبير ممكن فتره احترافيه في جزء بينهم او فتره ممكن انتقاليه الفتره اللي هي فيها في البرتغال، ولكن النادي الاهلي وضع تاني. النادي الاهلي انت بتيجي كل مباراتك عليها ضغوط، وفي نفس الوقت لازم تستغل نص الفرصه اللي اداها لك المدرب. ودي انا عايز اقول حاجه، صالح ان شاء الله ينجح وربنا يوفقه طبعا. انا عايز اخد منها الكلام ده واديه لصلاح محسن عشان يستفيد من التجربه دي في نفس الوقت. ما كانش عندي صفات اراديه قويه، انا لسه رايح على نجوم، لازم يبقى لي وضع في وسطهم. والوضع مش هيبان الا في الملعب بالتدريب وبالالتزام صح والمباريات. اول ما تجيني الفرصه ونزلت الملعب دي فرصتك انت لوحدك، انت الوحيد اللي تملكها. لازم يبقى عندك الصفات الاراديه القويه ان انا احجز لي مكان في وسط كوكبه النجوم دي. بالظبط. حطيت رجلك واشتغلت صح الدنيا هتمشي صح. انت جايه تشتغلي ايه؟ مسرحيه مش بتقول كده؟ ايوه بالظبط. انت جايه تشتغلي ايه؟ في النادي الاهلي. انت جايه لعيبه كوره في اكبر نادي في مصر وفي الشرق الاوسط. فرصتك يعني في لعيبه كابتن جمال جداً. على فكره يا كابتن جدا في لعيبه جايه من اول ما بتحط رجلها في النادي الاهلي بيبتدي يعد انه خد بطولات. يعني بيبقى قاعد 10 سنين في نادي مثلا او 5 سنين في نادي بيشترك في بطولات ويخرج، بيشترك في بطولات ويخرج، انت فاهم قصدي؟ بيبتدي يقول اول بطوله ليا خدتها مع النادي الاهلي. بالظبط. ثاني بطوله مع النادي الاهلي، عدات بطولات يا بالزبط. كابتن ميدو. بالظبط بالظبط. ايه بقى اللي انا قلت جمله ان يعني اختصارها ان انت ممكن تعمل اي حاجه غير انت ممكن تلعب كره ثاني في النادي الاهلي. يعني لو عديت على مرحله النادي الاهلي ديت ومشيت طبعاً. منها استحاله ترجع هي ديها. فرصه ذهبيه اللي بيخش لازم يستفيد من الفتره اللي هو قاعدها في النادي الاهلي. يعني انا بعتقد والله مش مجامله ليك، الفتره اللي انت قعدتها في النادي الاهلي عملت بصمه أكيد. مع جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل بصمه مع اللعيب، اللعيب بقى المفروض ان هو يعمل بصمه مع الجماهير. فرصه يعني انت لو لعيب سوري يعني مستهتر ومش مهتم ومش مركز والكلام ده كله خلاص مع السلامه. لا لو هو مش مركز بره من اول ما تجيله فرصه ان هو يبقى في النادي الاهلي يا كابتن جمال لا يركز ويظبط وكل حاجه. بالظبط. العمليه يعني اقصد ايه؟ لن تتكرر الفرصه. وفي لعيبه جم من النادي الاهلي وخرجوا بسبب الاستهتار وضاعوا وراحوا في طي النسيان. صح ولا لا؟ دون ذكر اسماء يعني كتير بتحصل مع لعيبه يعني قصص كتيره جدا جدا. لكن انا بقول بقى ان دي فرصه لا تعوض لاي لاعب اذا اراد ان يكون يعني بص احنا كنا طول عمرنا نعمل ايه؟ نذاكر التاريخ بتاع ماتشات. يعني مثلا نقول لقاءات الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والزمالك، وهكذا. كنا بنبقى حافظين في لعيبه بتجيب جون في مباراه الاهلي والزمالك دخل التاريخ خلاص.
فأنا عايز أقول هل هناك أفضل من كده محفز أو مشجع لأي لاعب إن هو يبقى يستفيد؟ هو اللي يعمل نفسه نجم في النادي الأهلي. بالزبط. النادي الأهلي بيصنع النجوم. بالظبط. يعني النادي الأهلي إحنا لو بنساهم أي لعيب دخل أيوة. النادي الأهلي أيا كان اسمه، كابتن ميدو، لعبت أنا في النادي الأهلي أو أي لاعب، بتبقى نقطة صغيرة في النادي الأهلي. بالظبط. إنما النادي الأهلي زي ما قال كابتن ميدو هو اللي بيعمل لك اسمه وبيكبرك، فلازم أستغل النقطة دي كويس قوي. لازم طبعا. دي في ايدي انا والله. استاذ جمال كان نفسي اتقيد سنه معاك. والله كنت هكسر في لعيبه يتمنوا يدخلوا تمرينه في نادي الاهلي. ايوه ما انا بقول لحضرتك يعني هو امنيه حياته ان هو يتمرن بس في نادي الاهلي. بالظبط. ليه بالزبط. احنا واحنا في الجامعه كنا بنيجي ان بعد الدراسه نروح مثلا لو في مباراه او في حاجه، مجرد ان احنا انا فاكر ان شفت الكابتن مصطفى عبده ده اما دخلت النادي الاهلي واتفرجت على ماتش، كانوا يعمل ماتشات بتتلعب بقى في الانديه عادي، وكان ماتش ودي الله اعلم ولا ماتش دوري، والله العظيم مجرد ان انا شفته واخد بالك يعني حاجه جميله جدا طبعا. ليه انت ده الراجل ده انت بتسمع عنه وبتشوفه، فلما تشوفه قدامك قدامك طبعا حاجه كبيره قوي، حاجه جميله جدا. كابتن جمال اسالك سؤال معلش يعني الدنيا اللي بتاخد لولابي ده دور المدرب المصري في السعوديه يعني انا بسمع ان احنا وصلنا للطب قوي وفجاه اختفينا. تمام. دي ثقافه احترافيه سعوديه ولا ثقافه احترافيه مصريه؟ لا انا شايف انها ثقافه احترافيه سعوديه. تمام. بمعنى رؤساء الانديه هناك معظمهم زي ما بيحصل هنا في كثير من الاحيان. تمام. ان المدرب يعني انا كنت مع الكابتن عادل عبد الرحمن اشتغلنا. تمام. الكابتن عادل عبد الرحمن كان مدير فني الفريق الاول نادي الشباب السعودي. الفريق الاول ولعبنا اسيا، لعبنا بطوله اسيا وكنت انا مدرب عام معاه. واشتغلنا فتره طبعا حوالي شهرين او ثلاثه. ولكن يعني حاجه من الفرق الكبيره من الخمسه الكبار هناك. بالظبط. زائد برضه تجربه الكابتن عمرو قرب، بس سجل تجربه الكابتن عادل عبد الرحمن عشان انا كنت لامسها. عملنا ماتشات كويسه جدا، الكابتن عادل من المدربين الكويسين جدا المتميزين، شاطر في شغله الكابتن عادل. ولكن معظم اللي هم المسؤولين عن مجلس اداره مثلا في نادي زي نادي الشباب او اي نادي او الهلال او عليهم ضغوط جماهيريه، فبحس ان هم بيحموا نفسهم بيعملوا سبورت لنفسهم بالمدرب الاجنبي. تمام. اقول انا جبت مدرب اجنبي. تمام. حتى لو لا قدر الله فشل ولا حاجه، لا بقى خلاص عادي انا عملت اللي عليا وجبت وبدفع له بالدولار. انما يجي للمدربين العرب، العرب بصفه عامه يعني مش المصريين بصفه خاصه، العرب فيما يخصنا ما بيقدرش يصبر عليه. يقول لك لا انا دلوقتي، طب انت ما انت كنت ممكن تجيب لي مدرب كبير، تجيب لي مدرب اسم. نفس الكلام بالنسبه لتجربه الكابتن عمرو قرب مع اتحاد جده، برضه اشتغل مدير فني واشتغل فتره طويله معاه وحقق نتائج كويسه جدا. ولكن برضه نفس الكلام ما حصلش الصبر عليه، في بدايه الموسم الثاني جابوا برضه مدرب اجنبي ورغم كده فشل، وجابوا الكابتن عمرو انور تاني ونجح مع الفرقه وبرده استعانوا بالاجنبي. فبحس انها بتبقى حمايه ليهم ان انا جبت اسم مدرب كبير. انما هي ما بتبقاش العيب في المدرب المصري او المدرب العربي، ممكن ينجح بس بنبقى محتاج الدعم شويه. زي انا زي ما بقول لحضرتك بيمسك مثلا فرقه مدرب والفرقه مع كامل احترامي ليه بتغرق. كتير جدا مدربين مصريين شغالين في ال 18 دوري فجاه يسيب الفرقه من هنا ولسه مفشي الفرقه وتلاقيه مسك فرقه ثانيه. والله العظيم ده السؤال اللي كنت اساله استاذ جمال، انت في حاجه النهارده بيني وبينك النهارده؟ في لينك وفي في كيميا في كيميا في لينك هو ده السؤال عشان اعفيك من حركه انا بس استاذ جمال هكمل نقطه صغيره بس في النقطه دي. الشاي ولا ينسون؟ لا انا بقول لك الشاي ولا ينسون والله ودارب قبل النسكافيه. فالنقطه ده كابتن ميدو اتمنى ان اتحاد الكوره، انا سمعت كلام اتمنى يا رب يحققه، ان المدرب ما يشتغلش اكتر من ناديين. امال انت برضو ما انت في هتفيدك انت كمنتخبات صناعه المدرب المصري، ما تبقاش المدرب ما يشتغلش اكتر من ناديين. بالظبط. انا يعني الحمد مسك انا الموسم يعني تقصد في الموسم الواحد في الموسم يمسك نادي. ايوه تخيل احنا عندنا فعلا مدربين. لا ما احنا عندنا مدربين بس العيب مش المدرب. هقول لك كابتن ميدو انا هاجي بالحرج. لا مش عارفينيش بالحرج، انا هتكلم بس مش هتكلم، بتكلم جنرال بصفه عامه. ما ده اللي بيحصل. العمليه بقت وكله وبقت سمسره وبقت موضوع كبير. ما ينفعش ان انا دلوقتي ما لعب مش عليهم. ما انا هقول لك بقى ما هقول لك انا دلوقتي ما فيش حاجه تمنع. بشغل مدرب، المدرب بيدفع. تمام. ده ماشي، ده كونترات وهنقول على شغل وهنقول حاجات كبيره. اوكي ماشي مفيش اي مشكله، انما بتحصل حاجات غريبه تاني. انا بيفرض عليا السمسار اللي بيوديني حته، بيفرض عليا خمس ست لعيب. خلينا واقعيين ومنطقيين. بيفرض افرض ايدك ما انا بقول لك كابتن ان هي علاقات يعني. بالظبط. بيفرض عليا لعيب، ما انا شغال وكيل للمدربين ووكيل للعيب. اوريدي باخد منه خمس ست لعيب عشان هو اللي موديني النادي الفلاني. ما ينفعش الكلام ده. عشان اعتقد ان اتحاد الكوره عندهم حلم بالكلام ده. صناعه المدرب، ادي فرصه لمدربين شبان يشتغلوا.
يعني في ناس كتير قاعدين في ما بيشتغلوش كتير مدربين ممكن يكونوا اكفاء، عادل عبد الرحمن، عمرو انور، سامي الشيشيني، اشرف قاسم، ناس كتير جدا. انا لما اصنع المدرب في الدوري المصري اقدر استعين بيه في المنتخبات. لفت لفت ورجعت تاني لنفس مدربين المنتخبات، فلان وفلان وفلان وفلان. طب ادي فرص لناس تانية، في ناس فشلت ما نجحتش. لا ما تبقاش العمليه دي، عايز حلقه بمنتهى الصراحه كابتن. هي قضيه طبعا، قضيه كبيره، بس انا بتكلم بمر عليها مرور الكرام. عشان برضو الاتحاد المصري انا ما اجيبش اصحابي، انا اجيب اللي يفيدني ويفيد المنتخبات بس. ده اللي بتمناه. نفسي اعمل حلقه نخصصها بس للمدربين اللي هم شايلين شنطه وبيلفوا على الانديه بالظبط، وللتسنين في قطاعات الناشئين. نفسي ده كلام محترم. قضيتين نفسي والله. يعني حلقتين يا احمد يا جمال. احمد جمال قاعد زي ما يكون مثلا ايه، احمد مالك يا احمد؟ ثلاث حلقات بس يا كابتن ميدو. اقول لك حاجه، قول. جيب ناس جريئه. ده انا جبت كابتن امام، جيب ناس جريئه، وجبت كابتن محمود صالح بالزبط. وقعد وتوعدنا ان احنا كان المفروض يجي الكابتن علاء نبيل، بحيث ان هم الثلاثه يعني انبي والاهلي والمقاولين القيادات في الثلاث قطاعات. يا جماعه لازم نقضي على التسنين، يا جماعه التسنين ده بيودي بالظبط. مش عشان اجيب بطوله طبعا اضيع الدنيا عنده 12 سنه او 15 سنه، ان انا يعني اموت لعيبه. ما المسنن ده كابتن جمال اكيد حضرتك عارف فرصه ولد صغير يستحق في سنه بالظبط، فبياخد فرصته، فبالتالي كان لعيب موهوب ممكن يبرز عندك. واللعيب ده معظمهم ما بيكملوش. احنا عن تجربه كامله في النادي الاهلي، ما بيكملوش. هيكملوا هيكمل ازاي بالظبط؟ بتبقى صعبه. اول ما بيوصل لمرحله التساوي في القوه البدنيه بعد فتره البلوغ بيستمر الموهوب، الثاني ما بيبانش بالظبط كده، تحس خلاص بقى عادي. طب هنقول الكلام ده ازاي ومين اللي يسمعه اذا كان احنا بنقعد لسه لغايه دلوقتي بنجيب المدربين اللي موقعين فرق؟ طيب هو اتحاد الكوره والمناطق لهم عليهم دور مهم جدا اكيد في المساله دي، يعني انه مساله السماح بلعيبه. يعني انا سمعت حكايات على لسان برضو الكابتن امام محمدين في هذا الخصوص، ان في لعيب معين هو رفض ياخده عشان متسنن، ده كان في احد البرامج يعني التلفزيونيه. بعد كده اتفاجئ انه بيلعب ضده، تمام، راح نادي تاني بالظبط. يعني حتى بالزبط. اذا كان بالزبط. الكابتن امام رافض لهذا المبدا، فممكن يلاقي نفس اللعيب بيلعب ضده. ما انا بقول لك ملف ان شاء الله، عايزه ان شاء الله نفتحه، ان شاء الله نفتحه تاني. ان شاء الله نفتحه تاني. يعني استاذ جمال برضو الاهلي بيستفيد ولا بيستفاد منه في المناسبات العربيه؟ لا طبعا. لا، اولا نمره واحد هو بيستفاد من النادي الاهلي، تمام، يعني كشعبيه، اسمه شعبيه طبعا، وكاقبال جماهيري. حلو. النادي الاهلي لو موجود في اي مكان تضمن على طول ان المدرجات اتملت مليانة من مشجعي النادي الاهلي في الدول العربيه. اضافه لانه في برضه الاهلي بيستفيد احتكاك مع اللعيبه العرب. يعني لو كنا بنتكلم على المناسبات العربيه تحديدا، احنا قعدنا فتره طويله جدا في مصر مش عارفين حاجه عن العرب. يعني انا فاكر مثلا اشتغلت في دول عربيه وفي دول خليجيه، يعني كانوا ناس بتلومنا على حاجه، انه مثلا احنا في مصر مش مهتمين. هم عارفين الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومهتمين بالدوري المصري، احنا مش جمهورنا مش عارف الانديه، احنا مقصرين، الانديه السعوديه، الانديه القطريه، الانديه البحرينيه، الانديه الاماراتيه، يعني مقصرين شويه. كانوا بيقولوا لنا انتوا المفروض كاعلام مصري تذيعوا برضو بعض المباريات. بس طبعا الفرق هنا في حاجه، ان الجاليه المصريه اللي موجوده، يعني مثلا لو انا في جورنام في السعوديه مثلا او في التلفزيون السعودي بذيع ليه اخبار النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي؟ عشان الجاليه المصريه. الجاليات العربيه في مصر مش كتير. بس انا بتكلم ايه يا كابتن ميدو؟ من ناحيه الثقافه وتربيه تغذية عقول المشجعين المصريين، انه ما يبقاش فقط هو منحصر تفكيره في المحلية، لا، لازم يبقى عارف. عشان النهاردة لما تيجي تروح تلعب مع فريق سعودي، لا، تبقى عارف نجومه ايه. والنهاردة بقى فيه نجوم. تفضل. تمام، خد تليفون عشان انا لو قلت له الو يتخانق معايا طالب مني حاجة ولسه ما عملتهالوش. قول الو. شوف كده. الو، السلام عليكم. الو، مين؟ الو. ايوه، عادل. مش عارف صوته. حبيبي يا كابتن عادل. ايه يا ابو شيرين، ازيك؟ عامل ايه يا كابتن؟ حبيبك. لا، انا جمال السيد عدول. حبيبك يا كابتن. اهلا يا اهلا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ حبيبك يا كابتن عادل. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن عادل؟
الله يخليك يا عبد الحميد. يا حسن فين الحاجات انا مش موجود يا كابتن مش موجود. كان هنا وراح مشوار وجاي. لسه كابتن عادل ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي كابتن عادل ازيك؟ لسه كنت بتكلم عن ولسه في سيرتك بخير والله. لسه كابتن عادل كنت بتكلم عن التجربه بتاعتك مع الشباب السعودي وتشرفت ان انا كنت معاك يعني في بطوله الدوري وبطوله اسيا وانت اللي جبت الجون بتاع كاس العالم خلي بالك. ايوه مش انت اللي جريت وفرحت فاكر اللقطه الشهيره ده خلينا دلوقتي العالم دلوقتي بالسجن. كابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق دايما بتنورنا يا كابتن عادل. حبيبي يا عطل انت حبيبي وانت اللي منور على طول والله. ربنا يخليك يا رب. طبعا الاستاذ جمال والكابتن جمال طبعا منوريني طبعا ومشرفيني في حلقه النهارده طبعا يعني اغنياء عن التعريف. كنت عايز اخد رايك كابتن عادل في تجربه اللاعب المصري المحترف في السعوديه وقد ايه دلوقتي السعوديه فاتحه الباب على مصراعي اللاعب المصري تحديدا وكمان تجربه الاهلي او مباراه الاهلي مع نجوم المنتخب السعودي. اولا خلينا نتكلم في اول حاجه ليه اللعيبه المصري دلوقتي بقى مطلوب في الدوري السعودي. اتفضل يا كابتن. مهم جدا نجاح التجربه. تمام. لما كانوا الاسبان لما كسبوا كاس العالم وبعدين كسبوا كاس الامم كانت تجربه معظم مدربين العالم كانوا اسبان. دلوقتي لما اللعيبه تنجح في اشخاص مصريين ينجحوا في السعوديه فاكيد جرأت الناس ان هم يجيبوا اللاعب العربي في مصر لان احيانا كانوا بيجيبوا اجانب كتير وبعدين اللاعب التونسي والجزائري والمصري كانوا بعيد عن التفكير شويه تمام عربي. تمام. بدأ محمد عبد الشافي نتكلم على مصر بدأ محمد عبد الشافي لما راح الأهلي السعودي بأخلاقياته العالية فنياته العالية كان سفير جيد للاعب المصري في السعودية. وبعدين جه عبد الكهرباء وبعدين جه أحمد حمودي معايا في الباطن وبعدين جه أحمد مجدي وشريف حازم في الوحدة. تمام. بدأوا يبصوا وبعدين الحضري دلوقتي لما جه شيكابالا راح الرائد عندك 10 لاعبين مصريين دوري السعودي. تمام. ومرشح ان يبقى في 2-3 كمان يروحوا. مؤمن زكريا راح حط النادي الاهلي السعودي فبدا يعمل رواج كويس. كره القدم يا كابتن عبد الحميد صناعه وممكن تكون مع ممكن تكون مصدر دخل للبلد. البرازيل 30% من الدخل القومي بتاعها يبقى من الرياضه ومن كره القدم بالاخص. حلو حلو كلام مهم يا كابتن عادل كلام مهم جدا. كلام مهم اكيد احنا التجربه بتاعت لعيبه الاهلي او لعيبه مصر في السعوديه فاكيد في من تجربه من نجاح. حتى المدرب المصري يا كابتن عبد الحميد يمكن الكابتن جمال السيد قاعد واقول لك احنا اول سنه اشتغلناها لما رحت السعوديه اشتغلت مع نادي مصر السعودي واحرزت البطوله مع فرقه ال 18 سنه. الموسم اللي بعده كان في جهاز مصري واحد موجود كان بيلعبنا في التعاون كان الكابتن بدير. تمام يا كابتن. الموسم اللي بعده لما رحت الشباب السعودي كانت بلاعب في الدوري وكان في اكثر من جهاز واثنين وانا نفسي كمان. تمام. لما نجحت نجاح كويس الحمد لله في السعوديه مع نادي الشباب. ثاني سنه جميع الاجهزه وانا كنت مشرف عليها جميع الاجهزه كانت مصريه فرقه الاولمبي دي حقيقه طقم مصري فرقه الشباب طقم مصري فرقه الناشئين طقم مصري حتى في مدرسه الكوره كان في طقم مصري. تمام. فدي تجربه لما تجربه تنجح بس هي ناقصه حته يمكن دلوقتي احنا جيدين فيها اللي جيدين فيه الاعلام. بدا الاعلام يسلط الضوء على شمس 10 لاعب. كنا بنتكلم على الموضوع ده قبل ما حضرتك تدخل معانا. ده مهم للغايه. انا هقول لك حاجه مهمه قوي يمكن استاذ جمال الزهير عشان صحفي كبير ممكن يعرف الكلام اللي انا بقوله. انا لما كنت ماسك الاتحاد السعودي فرقه كبيره من الفرق اللي هي التوب في اسيا في الفرق ده. لما جيت انا كل يوم كمدير فني والعب مباراه ثاني يوم لازم يجيبوا لي جميع الجرايد اللي في العالم اللي بتتكلم على الاتحاد السعودي. بالظبط. لما كان معايا لعيب من اوروغواي ريفاز وكان معايا لعيب من غانا علي سوري مختاري وكان معايا لعيب من استراليا توريس وكان معايا لعيب من اوروغواي ثاني فكل لاعب انا الجرايد ثاني يوم كانت بتكتب يعني مثلا المونتاري كانت جرايد الغانا والايطاليه
يكتب مونتاري عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وكذا وعمل اداء مميز، لعيب كذا عمل ولعيب كذا عمل ازاي. كلامك واصل يا كابتن عادل، كلامك واصل. انا لما كنت بجيب الجرايد ما كنتش بلاقي انا المدرب، ما كنتش بلاقي كاتبين حاجه عليا في مصر خالص. دي نقطه خطيره جدا. دي حقيقة. جدا دي حقيقة. نقطه خطيره جدا يا كابتن عادل. ان شاء الله يا كابتن عادل كل الامور دي انا شايف ان هي في طريقها للحل، وشايف كمان الاعلام بدا يهتم بادق التفاصيل كمان في الدوري السعودي، وهنقول بعد ما في مع حضرتك هنقول ليه يعني. لكن عايز اخد من حضرتك كده نبذه سريعه جدا عشان وقتنا قرب يخلص للاسف، عن مباراه الاهلي ونجوم السعوديه. شوف مباراه الاهلي ونجوم السعوديه، المستشار تركي آل الشيخ حاجه مهمه جدا عشان بس الاعلام، في ناس بدات تضرب وتتكلم على المستشار تركي آل الشيخ. المستشار تركي آل الشيخ ده توجه عام، ده رئيس الاتحاد العربي، ده بيعمل حاجة كويسة للكرة العربية والشباب العربي وليس في مصر بس. فالمباراة دي من ضمن المباريات اللي النادي الأهلي اللي الواجب الوطني اللي النادي الأهلي بيعمله. اليوم الإرهاب العالمي اللي اتعمل في مباراة أتلتيكو مدريد واعتزال الكابتن فؤاد أنور، دي حاجات مهمة جدا بتتعمل. ده اندماج الشباب العربي، حاجات كتير قوي. لكن علشان وقتك أقدر أقول لك إنه تجربة المباراة بتاعت النادي الأهلي في السعودية، النادي الأهلي مش بعيد، النادي الأهلي رايح كمان السعودية بعد شهر ولا شهرين هيلعب مباراة فهد الهريفي. لأي فرقة، أي نجم من نجوم المملكة لما بيحس إن هو عايز يعمل مباراة اعتزال، أول حد بيفكر فيه النادي الأهلي لشعبيته. يعني عايز أقول لك مباراة فؤاد أنور، فؤاد أنور أول ناس كان يتكلم معاهم عاوز يجيب اليوفنتوس الإيطالي، ولكن فضل إنه يجيب الأهلي المصري عشان نجاح المهرجان بتاعه. بالظبط. علشان النادي الأهلي دي جمهوره المصريين في السعودية، والمهرجان هيبقى ناجح. يا رب إن شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن، يعني وقتنا للأسف قرب على الانتهاء، شكرا جدا لحضرتك. طيب نطلع نشوف تقرير عن مباراة الأهلي ونجوم السعودية ونرجع لحضرتك على طول. المارد الأحمر الأهلي على موعد مع واحدة من مبارياته العربية الجمعة المقبلة، عندما يخوض تجربته الودية العربية أمام منتخب أندية المحترفين السعودي والمحدد لها في 2 فبراير المقبل. الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يعول على هذه المباراة من أجل تجهيز لاعبيه لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الممتاز التي يمضي فيها المارد الأحمر بخطى ثابتة نحو تحقيق الدرع رقم 40 وتزيين التيشيرت بالنجمة الرابعة، خصوصا بعد الفوز الثمين والمستحق الذي حققه الأحمر برأسية المخضرم وليد سليمان في مرمى الإسماعيلي في مباراة دراماتيكية اقتنص على أثرها الأهلي أغلى 3 نقاط قربته من حسم درع الدوري مبكرا هذا الموسم. على الرغم من كون المباراة أشبه بمهرجان احتفالي ومواجهة ودية بين أشقاء، إلا أن الأهلي دائما ما يخوض كل تجاربه الودية العربية والعالمية بحثا عن الفوز، فهو شعار الوحيد لأبناء القلعة الحمراء، كما أكد رئيسه الأسطورة محمود الخطيب أن هذا هو قدر الأهلي، هو الأول دائما وأبدا، ليس فقط في كرة القدم ولا فريق الكرة، وإنما في كل الألعاب والمحافل الرياضية. تأتي مواجهة الأهلي ومنتخب أندية المحترفين بالدوري السعودي لتوطيد العلاقات الرياضية بين الدولتين، خصوصا وأن الأهلي دائما وأبدا ما يحمل على عاتق لاعبيه ومجلس إدارته وجهازه الفني القيام بدورهم الوطني والريادي رياضيا على المستوى العربي والقاري والعالمي. ولما لا، والأهلي هو ثالث أندية العالم في إحدى نسخ مونديال الأندية، هو الأعلى تتويجا في العالم في وقت من الأوقات. أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني للفريق قرر العودة بعد انتهاء المباراة من السعودية إلى مطار برج العرب مباشرة، نظرا لارتباط الفريق بأداء مباراة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز. شدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني يولي مواجهة الجمعة أمام نجوم السعودية عناية وأهمية خاصة، مؤكدا حرص ناديه على خوض المباراة أمام الأشقاء في السعودية
وإتاحة الفرصة لملايين الجماهير الحمراء في السعودية والوطن العربي بمتابعة فريقهم على أراضي الشقيقة السعودية. قال عبد الحفيظ: هذا هو قدر ودور الأهلي، لذلك سيعود الأهلي من السعودية لمطار برج العرب. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني ده كان تقرير عن مباراة الأهلي وإن شاء الله ونجوم السعودية. يعني كان الكابتن عادل عبد الرحمن قبل الفاصل كان بيتكلم ليه ما فيش تسليط أضواء على الدوري السعودي، ويعني مع كل احترام الكبير جدا للي اشتغلوا في الدوري السعودي قبل كده، لكن بدأ يبقى فيه تسليط أضواء لما نجوم الأهلي بدأوا يروحوا السعودية. ودي حقيقة، أنا آسف، دي حقيقة. لما نجوم الأهلي بدأوا يروحوا السعودية بدأ، وكمان نجوم الزمالك كمان شيكابالا برضو بدأوا فعلا يتوغلوا، لكن كان في تقصير إعلامي. كان في تقصير إعلامي، إن شاء الله يعني مش هيحدث. ده ممتد مع الكلام اللي احنا قلناه. إذا كنا بنقول إنه الإعلام المصري لا يهتم إلا في نطاق ضيق جدا بالدوريات العربية، يعني بالعكس، أنت المفروض تهتم بيها جدا، حتى من باب إنك بتدي معلومة للمشجع المصري عشان يبقى عارف لما تيجي تلعب مثلا، بلاش الخليج، لما تيجي تلعب مع مولودية طهران تبقى عارف مولودية طهران ده فين اساسا. وبعدين النهارده انت عندك مواقع وعندك حاجات، كل ده بيوفر معلومات، بيسهل. فاذا كنا ما بنهتمش بالدوريات فبرضه نفس الشيء، ما بنهتمش بالمدربين بتوعنا لما يطلعوا بره ويشتغلوا. ودي نقطة مهمة أثرها كابتن عادل. المفروض نهتم بالمدرب ولا المدرب يهتم بنفسه؟ لا، المدرب يهتم بيك كابتن جمال. لا لما يبقى، لا طبعا، هو المدرب لما يبقى مدير فني فريق أول. لما يبقى مدير فني فريق أول زي الشباب في السعودية بالظبط، والاتحاد بالظبط، لو هو مدرب فريق صغير أو ناشئين أو بتاع، ممكن هو يشتغل على نفسه. إنما المفروض وجود عادل عبد الرحمن ومعاه كابتن جمال في نادي زي الشباب السعودي، يعني نادي كبير، يعني المفروض ده خبر يلفت النظر. انت قصدك الاهتمام الاعلامي؟ ايوه الاعلامي. انا بتكلم على الاهتمام الاعلامي. لا بتكلم على الاعلام، يعني اصل بره اتحادات الكوره بيثقفوا المدرب وبيطلعوا دورات، ويعني بيهتموا في اهتمام كبير. احنا هنا في اهتمام دلوقتي برضه بالرخص اللي الهلال بتعمل عن طريق الاتحاد الافريقي، طبعا بمشاركه الاتحاد المصري، دي حاجات كويسه جدا، بتثقف المدربين بشكل جيد بشكل كبير. ولكن برضه لما بنطلع بره، هو الكابتن عادل ربطها كويس قوي ما بين المدربين وبين اللاعبين. احنا دلوقتي بقينا في سوق كويس لنا في السعوديه، لازم نستغله بشكل جيد. بالزبط. بالنسبه للاعيب، اللاعب اللي يروح يبقى ان شاء الله يبقى له بصمه جيده عشان انا افكر في اللاعب المصري تاني. انما قصه المدربين ده موضوع تاني، زي ما انا اتكلمت فيه، ممكن باحترافيه كبيره جدا بالنسبه لهم. لازم يبقى في احترافيه. هو طبعا بيحمي نفسه ان هو بالمدرب الاجنبي، وخاصه الجماهير اللي هناك محبه لانديتها بشكل مش طبيعي، وخاصه نادي الهلال ونادي النصر، انديه كبيره جدا، فبتلاقي الصراع شديد على الدوري وعلى البطولات، وزي الاهلي والزمالك هنا. فبالنسبه للمدرب يختلف عن اللعيب. المدرب زي ما قلت بتتدخل فيه قصه الاداره بشكل كبير قوي، ولكن اللعيب هو ملك نفسه. انت سمعت الكابتن عادل بيقول ايه؟ في اداره النادي الشباب كانوا بيجيبوا له الجرايد المصريه، ولو عندهم لعيب كولومبي بيجيبوا له الجرايد الكولومبيه بالظبط مثلا، او الارجنتينيه. فهو فوجئ او بيفاجئ انه مفيش اهتمام، حاجه مكتوبه عن ان ده مدرب فريق كذا. انا اسف لا تمام. طبعا الصوره اللي قدام حضراتكم بعد انتهاء اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، والقرارات ان شاء الله نبلغكم بيها بعد قليل. اتفضل يا زلمه. تمام. فيعني هي الفكره زي ما بقول لحضرتك، انه مش بيدرب فرقه صغيره او مثلا فرق ناشئين او كده، ممكن ما تبقاش عليه السبوت. مفيش مش اون سبوت يعني. لكن لو انت بتدرب فرقه كبيره زي فرقه الشباب، لا لازم الاعلام نفسه يبذل مجهود برضه في انه يركز. لا 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 أكيد. على اكيد المهم انت أكيد. بتلعب دوري هناك، دوري كبير، دوري محترفين، وبتلعب بطوله اسيا، يعني الانديه اللي الكابتن عادل اشتغل فيها ده كبيره، يعني بطوله اسيا دي لعبنا كان مع نادي الشباب، كنا في بطوله اسيا، ونادي الاتحاد برضه الكابتن عادل اشتغل فيه، فكان برضه بيلعب بطوله اسيا، ونفس الكلام بالنسبه للكابتن عمرو انور. فكان لازم يبقى فيه، عايز اقول، اهتمام اعلامي اكبر من كده، ده اللي يقصده الكابتن عادل. انما بالنسبه للعيبه،
اتمنى ان شاء الله ان اللعيب يحط بصمته هناك بشكل جيد، عشان دلوقتي بدا التفكير فينا نمره واحد. أيوه. كان الاول برضو قصه ان انت بتفكر في لعيبه التوانسه الاول، صح. المغاربه الاول، انت دلوقتي لا خلاص في صراع، ده صراع تنافس زي اي تنافس، تنافس عايزين نحط لنفسنا بالظبط بصمه جيده لعيبتنا المصريين العشرة او ما زاد على ذلك، ان هم فعلا يبقوا مؤثرين في الدوري السعودي بشكل كبير. وهو وجود اللعيبه المصريين بهذا الكم يعني، او الاقبال الدوري السعودي على التعاقد مع لعيبه مصريين، ده نتيجه للتطور في اداء الكره المصريه برضو خلال الفتره الاخيره، ده نتيجه طبيعيه جدا، فاحنا عايزين نحافظ على ده ونزود كمان ان شاء الله ان شاء الله. يعني كابتن عادل عبد الرحمن كمان في السياق كلامه قال ان النجم فؤاد انور كان هيعمل مباراه اعتقد مع اليوفنتوس حاجه زي كده، لو حضراتكم لقطتوا الاسم. بالظبط كان هيلعبها مع احد فرق الدوري الايطالي الكبير. ايوه ما هو ده دليل على ايه؟ على انه هم بيفكروا صح. هو بيقول لك انا هجيب يوفنتوس مثلا هيحضر كام واحد مثلا، كل الناس اللي بتحب يوفنتوس مثلا، لكن الاهلي هتلاقي انت ضامن قطاع مهم جدا، الجاليه المصريه كلها هتروح. بالظبط. نورتني وشرفتني يا استاذ جمال. شكرا يا كابتن، وانا يعني سعيد بوجودي معاك، يعني انا بتابعك لكن اول مره نبقى مع بعض ومع كابتن جمال. ربنا يخليك، تتشرف بحد واستمتعت بيه. الله يخليك يا كابتن، شكرا كابتن جمال. طبعا انا مش عارف اقول لك ايه، طبعا ربنا يخليك، نورني وتشرفني. انا سعيد جدا بيك وبوجود استاذ جمال طبعا، يعني ربنا يخليك من الزمن الجميل. الله يخليك يا كابتن، عجزنا بقى من الزمن الجميل لسه زي الفل زي الفل. يعني للاسف وقتنا معاكم انتهى، اتكلمنا فيه عن اغلب تساؤلاتكم، اتكلمنا فيه عن مباراه الاهلي ان شاء الله ومنتخب او نجوم السعوديه، واتكلمنا فيه كمان عن اللعيبه اللي جابها النادي الاهلي وقد ايه عمرها صغيره، وقد ايه النادي الاهلي طلع كسبان من ارميركاتو الشتوي. يعني اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي خلص، ان شاء الله الاستاذ محمد الجندي بعد ما طلع ان شاء الله يبلغه باهم قرارات اللي اتخذها او اللي اتخذها هذا المجلس الكبير برئاسه الاسطوره محمود الخطيب. دايما بتنوروني وبتشرفوني، وبسعد دايما باللقاء معاكم. مع الف سلامه.